السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة نادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة موجودين مع حضراتكم من الساعة 7 حتى الساعة 10، ودايما بنتابع معاكم كل ما هو جديد من أخبار عامة خاصة أخبار النادي الأهلي. معايا في الاستوديو مشرفني ومنورني الزميل العزيز اللي هيشاركني في حلقه اليوم، الزميل العزيز امير هشام. ازيك يا امير؟ ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ منور. تحياتي ليك، بنورك طبعا. تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. النهارده الحلقه خاصه جدا جدا جدا، علشان هيكون معانا يعني في الجزء الثاني يعتبر من الحلقه هيكون معانا المهندس عادل القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الاهلي في حلقه خاصه قوي هنتكلم فيها عن تاريخ الفانيلا الحمراء، بالتالي حلقه هتكون مهمه جدا من خلال حديثنا انا وعمر مع المهندس عادل القيعي، واكيد قيمه اهلاويه كبيره جدا. مهندس عادل القيعي هتبقى حلقه ان شاء الله مميزه وتعجبكم، وهتكون حلقه وثائقيه عن الفانيلا الحمراء بالنسبه للنادي الاهلي وتاريخها بالتحديد وازاي ابتدت لحد دلوقتي. يعني هنتكلم في محاور وامور عديده جدا جدا مع المهندس عادل القيعي، واعتقد هتبقى حلقه مميزه جدا يا عمر. طبعا يا امير، يمكن انت اتكلمت على جزء مهم جدا، الباشمهندس عادل هيكون موجود معانا، وان شاء الله بقى يعني تبقى حلقه تنال اعجاب جمهور النادي الاهلي كله ان شاء الله. ان شاء الله. قبل بقى ما نروح للجزء الثاني الخاص بالمهندس عادل القيعي ونتكلم على تاريخ الفانيلا الحمراء والذكريات اللي امير اتكلم عليها، هنبدا معاكم ببعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. اول خبر هو خبر مهم جدا جدا جدا، مباراه الاهلي وحرس الحدود مهدده بالتاجيل بسبب مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني في الجوله الرابعه. المباراه اللي جايه هتتلعب في القاهره، هتبقى في مباراه بعديها ان شاء الله مباراه يوم 12، وهي المباراه اللي هتتلعب في الجوله الرابعه من دوري ابطال افريقيا، المباراه تكون يوم 12 فبراير، لكن في مشكله في خطوط الطيران بتجبر النادي الاهلي في ان هي تسافر يوم 8 فبراير، وده المفروض ان هي تكون مباراه النادي الاهلي وحرس الحدود، لكن من الواضح ان المشاكل في افريقيا الخاصه بمواعيد المباريات وايضا بخطوط الطيران بتجبر بطوله الدوري العام على تاجيل اللقاءات بشكل غير متوقع. كان المفترض ان يكون في لقاء النادي الاهلي وحرس الحدود يوم 8 فبراير، اللقاء ممكن يتاجل بسبب عدم وجود اي رحلات طيران غير يوم 8 فبراير في نفس اليوم اللي هتقام فيه مباراه الاهلي وحرس الحدود، وبالتالي ممكن بشكل كبير جدا 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 يتم تاجيل مباراه النادي الاهلي وحرس الحدود في بطوله الدوري العام بسبب ارتباط النادي الاهلي افريقيا في مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني، والمقرر لها ان شاء الله 12 فبراير من الجوله الرابعه من دوري ابطال افريقيا. طبعا يعني هو خبر مهم جدا في الحقيقه، واتحاد الكوره ولجنه المسابقات بالتحديد الله يكون في عونهم في ضغط المباريات وبطوله الدوري، وخصوصا ان مصر هتنظم بطوله الامم الافريقيه، فبالتالي ما فيش وقت وفي عدد من المباريات المؤجله كتير جدا لبعض الفرق بالتحديد النادي الاهلي بسبب مشاركاته الافريقيه السابقه، لكن هم اكيد برضو عندهم يعني اهميه بالنسبه لهم النادي الاهلي يقدر يكمل مسيرته في بطوله دوري ابطال افريقيا بالطريقه الجيده، راحه الفريق مساعده النادي الاهلي في استكمال مشوار هذه البطوله بشكل جيد، فبالتالي هيتم وضع في الاعتبار ميعاد سفر النادي الاهلي لتنزانيا عشان نواجه فريق سيمبا تنزاني ان شاء الله. هتكون الجوله الرابعه وهتكون مباراه اكيد مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي مشواره في دور المجموعات ودور ال 16 من دوري ابطال افريقيا. نتمنى ان هم ان شاء الله ياخدوا القرار في صالح الكره المصريه، واكيد كمان في صالح النادي الاهلي ممثل الكره المصريه الوحيد في بطوله دوري ابطال افريقيا. من ضمن كمان الاخبار، الاهلي بيطلب من اتحاد الكره اسباب عدم تطبيق تقنيه الفار حتى الان. احنا عارفين ان في وقت سابق كان اتحاد الكره قال ان هيحاولوا ان هم يطبقوا تقنيه الفار في شهر يناير الجاري اللي هو خلاص اوشك على انتهاء، هيخلص بعد بكره يعني. لحد دلوقتي التقنيه ما طبقتش، هو اكيد النادي الاهلي كان بيطالب بهذه التقنيه، ومش بس النادي الاهلي فقط لكن كمان معظم انديه الدوري كانت بتتمنى ان يكون في تقنيه الفار في بطوله الدوري وبطولات المحليه بشكل عام، علشان يكون في فير اكتر في المباريات، وعشان ما يعني ما نديش مساحه للجدل التحكيمي الواضح خلال المرحله دي او خلال الموسم ده بالتحديد في بطوله الدوري. فبالتالي ان شاء الله يعني النادي الاهلي عايز يعرف اسباب معينه من قبل اتحاد الكوره بخصوص هذا الملف، وامتى هيتم تطبيق تقنيه الفار. واكيد اتحاد الكوره لما اعلن انه كان هيبقى فيه تقنيه فار اكيد
لما اعلن التوقيت بالذات كان عارف ازاي الامور او الدنيا تبقى ماشيه ازاي وهيتم تطبيق هذه التقنيه بانهي شكل من الاشكال. لكن حتى الان التقنيه دي ما طبقتش، ان شاء الله يكون المانع خير، ان شاء الله باذن الله يقدروا في اقرب وقت ان هم يطبقوا هذه التقنيه عشان نقلل شويه، مش هتمحي الاخطاء التحكيميه، هي هتقلل شويه الاخطاء التحكيميه، بالتالي ان شاء الله هتكون حاجه مهمه لاسباب اكيد هتخرج من اتحاد الكره، واكيد هيكون في موعد اخر لتطبيق هذه التقنيه الهامه واللي احنا بنشوفها في بعض الدوريات الاوروبيه وبيبقى ليها اهميه كبيره جدا في المباريات وبعض الامور والجدل التحكيمي داخل ارضيه الملعب، واكيد هتبقى تقنيه هامه جدا بالنسبه للدوري المصري بالتحديد يا عمر. طبعا يعني قبل ما اخلص بس موضوع الفار ده سريعا، انا عايز اقول ثلاث نقط خاصه بموضوع الفار. ان تقنيه الفار في العالم كله بتكون من خلال ثلاث خطوات، اول خطوات هو موافقه الفيفا في تطبيق التقنيه في اي دوله من الدول اللي بيطبق فيها النظام. تاني حاجة بيكون في شراء للأجهزة الخاصة بالتقنية، وثالثا وأخيرا وهو تدريب الحكام على استخدام هذه التقنية، وبالتالي لا يوجد أي شرط من الثلاث شروط اللي قلت لحضراتكم عليها موجودين حاليا في مصر، وبالتالي هيتم تأجيل طبعا تطبيق تقنية الفار، وهنشوف إمتى هيتم تنفيذها في الملاعب المصرية. هنروح سريعا لمراسل قناة النادي الأهلي والزميل العزيز شريف شعبان علشان نعرف منه ما كل ما هو جديد وخاص بتدريبات واستعدادات النادي الأهلي. يا شريف مرحب بيك. مساء الخير زميلي عمر، ومساء الخير زميلي أمير، مساء النور عليك يا شريف، قاتل عليك في كل مكان، وأهلا بيك طبعا بإذن الله يكون عام 2019 وعالم انتصارات عام بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله طبعا يعني عايز اعرف منك من البدايه تقول لي ايه هو الجديد وايه اخبار تدريبات النادي الاهلي والاستعدادات للمباراه القادمه ان شاء الله تكون مباراه في دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان هي لقاء مهم جدا وهيفرق كتير مع النادي الاهلي في حسم الصعود الى الدور الثاني. طبعا هيفرق كتير طبعا باذن الله، وباذن الله نكون مصبرين ونكمل باذن الله بطولة افريقيا ويكون مناسبنا هذا اللقب السنه دي باذن الله. يمكن النهارده التمرين كان في الثالثه والنصف عصرا، كان في مباراه وديه مع فريق المعادي، ولكن النظر طبعا زحام او وسط بلد شديد ما قدرش الفريق يكون موجود على طول على الفور. طبعا مدير الكره ومدير الفني مستر اسارتي وكابتن حفيظ كان قرار باداء تمرينات في الثالثه والنصف عصرا، وبالفعل كان في تمرين قبل بدء التمرين كان في محاضره للاعبين حوالي خمس دقائق في الملعب بيتكلم فيها مستر اسارتي عن المباراه الافريقيه، عن التركيز فقط في مشوار افريقي وخلاص ننسى صفحه الدوري المصري ونركز فقط في بطوله افريقيا، نركز في الفوز، نركز في صداره المجموعه، نركز في الحصول على بطوله افريقيا، استثمار بطوله يعني نستثمر الفوز امس في الحاله المعنويه ويكون ده تقريبا علشان نفوز في المباراه المقبله. يمكن اللي شاركوا بالامس في مباراه دجله مثلا يعني يمكن ثلاثه بس شاركوا في الملعب، الشناوي والشحات وايمن اشرف يمكن اجروا تمرين خفيف، وباقي الفرقه كانت في الجيم وعملوا ريكفرنج ويمكن طبعا نزلوا في المختص. يمكن تمرين مستمر كان على الجانب الاخر لاحمد الشيخ والمروان محسن والحسام عاشور والعلي لطفي، باقي اللاعبين اللي كانوا ما شاركوش في الامس كانوا موجودين في تدريبات بدنيه ثم ختم بتقسيم بتمرين تخصصي وبعد كده تقسيمه صغيره. يمكن لاحظت يعني وجود او مجيء ياسر ابراهيم ورمضان صبحي بالاشاعات في ايديهم، فانا سالت الدكتور قال لي يمكن يعني ياسر عنده ضمه وعنده حاجه خفه جدا في الخلفيه، يمكن هيقعد 10 ايام رمضان صبحي 10 ايام، يمكن لو رمضان صبحي عنده الحوض يعني يا شريف بدون قطع بس الكلامك بدون قطع كلامك، يعني ياسر ابراهيم ورمضان صبحي رسميا بره مباراه سيمبا التنزاني في بطوله افريقيا المباراه القادمه صح كده؟ مظبوط من 10 ايام 14 يوم باذن الله، كنا 10 ايام بالنسبه للاثنين بالتالي خارج المباراه. يمكن المفرح اللي هيكون موجود في المباراه وجاهز للمباراه حسام عاشور، قال لي حسام عاشور هو الوحيد اللي ممكن يلحق لقاء في قائمه كبيره مصابين، يمكن نتكلم فتحي، نتكلم في مروان، نتكلم في عاشور، في علي لطفي. علي لطفي طبعا هيلحق، علي لطفي عنده بس خدمه يمكن يومين ثلاثه وينزل التمرين، في حمدي فتحي، في الشيخ، يمكن يا نجيب يعني كل يعني هيكون عاشور هو اللي باذن الله عنده الفرصه القويه يكون موجود في المباراه. على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان، تدريب الحراس، يمكن شريف اكرامي، مصطفى شوبير، احمد طارق،
كان عملوا تمرينه قويه جدا مع طارق سليمان، وبعد انتهاء التمرين كان حريص كابتن طارق سليمان ينفرد بمصطفى شوبير واحمد طارق. طبعا هم تحت السن، دي تمرين تخصصي، تمرين اطول شويه علشان دي جرعه تجريبيه اطول شويه. زي ما قلت لك يمكن النهارده ياسر كان موجود، رمضان صبحي كان موجود، ولكن للاسف هم خارج المباراه. اللي موجودين باذن الله يكونوا بدلاء جاهزين باذن الله يعملوا الفارق مع النادي الاهلي، باذن الله يكون الانتصار حالتنا باذن الله يوم السبت المقبل. وانا سالت النهارده الجهاز الاداري هيكون السفر امتى لاسكندريه؟ هيكون يوم الخميس المقبل باذن الله، سفر لاسكندريه، وباذن الله المباراه طبعا يوم السبت. نتمنى باذن الله الاهلي يكون صاحب الحظ الاوفر، يكون الفوز من نصيبه. طيب شريف، عايز اسالك بالتحديد عن الحاله المعنويه للاعيبه النادي الاهلي، خصوصا ان احنا بنحقق الانتصار الثالث على التوالي في بطوله الدوري بعد فتره يمكن كانت صعبه على الفريق، وما كانش كمان في توفيق بيحالف في النادي الاهلي بشكل كبير. معنويا لاعيبه النادي الاهلي خلاص اصبحوا يعني جيدين بالتحديد من هذا الجانب، ولا الامور ماشيه ازاي من خلال طبعا متابعتك لمران الفريق؟ يمكن لغه الانتصارات هي تدي ثقه للاعب، الانتصار تلو الاخر بيدي ثقه كبيره جدا للاعب، بتفرق معاهم في التدريبات، بتفرق معاهم في الكلام مع بعض. فالانتصارات الفتره الاخيره فارقه جدا مع لعيبه النادي الاهلي، الثقه بدات ترجع لهم تاني، نغمه الانتصارات المتتاليه ورا بعض بدات ترجع لهم تاني، حسوا ان هم خلاص بقوا على الطريق الصحيح، حسوا ان هم قربوا من بداوا تعديل في الجدول الدوري، المركز يتقدم من مركز لاخر، الفوز بيدي ثقه كبيره جدا. النهارده في التمرين اللي شاركوا في التمرين النهارده تمرينه قويه جدا، يمكن الكل بيشارك فيها، الكل سعيد، الكل عاوز يثبت نفسه للراجل، الكل عاوز يحجز مكان في المباراه المقبله. فانا لا بقول لك انا بطمن كل جماهير النادي الاهلي، الروح المعنويه للاعيبه النادي الاهلي الفتره الاخيره يعني حاجه تدعو للتفاؤل، حاجه باذن الله تقول باذن الله ان السبت باذن الله يكون في انتصار باذن الله كبير للاعيبه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. شريف، يمكن عايز ارجع معاك تاني لمباراه سيمبا والكلام والاخبار اللي قلناها في بدايه الحلقه ان مباراه الاهلي وحرس الحدود مهدده بالتاجيل بسبب عدم وجود خطوط طيران متاحه قبل يوم 8 فبراير، وهو نفس اليوم اللي هتقام فيه مباراه الاهلي وحرس الحدود علشان الاهلي يسافر يلاقي سيمبا التنزاني. هل في يعني كلام من الكابتن سيد او في كلام من الجهاز الاداري يعرفوا يشوفوا حل الموضوع الطيران، ولا لحد دلوقتي الامور كلها ما فيش حاجه متاحه غير يوم 8 فبراير، وبالتالي مباراه حرس الحدود ممكن بشكل كبير جدا تتاجل بسبب مباراه الاهلي في افريقيا امام سيمبا التنزاني يوم 12 فبراير؟ هو لازم المباراه تتاجل لسببين، انا عشان خاطر اخد موافقه السفر من وزاره الشباب والرياضه بيجبرني على التعامل مع وزاره الشباب والرياضه، بتجبر كل الانديه المصريه على التعامل مع الشركه الوطنيه المصريه. تمام. فلابد من النادي الاهلي انه يسافر على خطوط الشركه الوطنيه المصريه. فاليوم السفر دوت متعارض مع مباراه الاهلي وحرس الحدود، فبالتالي اتحاد الكره مجبر على تاجيل هذه المباراه، لان الاهلي ما عندوش خيارات اخرى الا بقى لو في طياره خاصه، طياره خاصه دي قصه مختلفه خالص، يعني القصه فيها فلوس اوفر كبيره جدا، فاتحاد الكوره ما قدموش فخر غير ان هو ياجل المباراه، فبالتالي يعني توقعاتي الشخصيه ان المباراه سيتم تاجيلها مليون في المية. يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الفتره اللي جايه. شريف، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وتوضيح كل ما هو جديد وخاص باخبار النادي الاهلي. شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. يعني اكد لنا امير شويه نقط كده كنا عايزين نتاكد منها. خلاص ياسر ابراهيم ورمضان صبحي بره المباراه للاسف، لكن كلنا عندنا ثقه يقين ويقين كبير جدا ان لعيبه النادي الاهلي اللي هيكونوا موجودين في المباراه قدها وقدود، وعنا على الثلاث نقط والصداره علشان تفرق معانا بعد كده ان شاء الله في مشوار الافريقي، ويعني نحسم التاهل بدري شويه علشان موضوع الاصابات ويكون في راحه لمعظم اللعيبه اللي موجودين ان شاء الله. اكيد هتبقى مباراه غايه في الاهميه امام فريق سيمبا التنزاني. لكن قبل ما نتكلم على المباراه دي، مباراه الامس برضو يا عمر ما اتكلمناش فيها، وهي مباراه الاهلي وادي دجله وفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-1، واداء يعتبر كان جيد بالنسبه للفريق، تالق عدد من اللاعبين، يعني اعتقد الامور في تحسن مستمر بالنسبه لفريق النادي الاهلي، خصوصا في ظل عوده عدد من الاصابات. امبارح شفنا سعد سمير بيعود للمشاركه في المباريات، كمان صلاح محسن شارك في عدد من اللاعبين، رغم حتى لو في اصابات طفيفه الحمد لله ان هي طفيفه، واعتقد ان هي تعليمات من الجهاز الفني، لو اي حد او اي لعيب حس ببعض الالام الخفيفه او الاجهاد الخفيف يقول على طول واحنا نغيره، زي ما حصل كده مع ياسر ابراهيم ورمضان صبحي، تجنبا لعدم طول فتره الاصابات بالنسبه لهؤلاء اللاعبين.
المصريين، فبالتالي كان بشكل عام بشكل مجمل الفوز امبارح كان مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بيقرب خطوه بخطوه، لسه عندنا مباريات مؤجله، الفارق ما بيننا وما بين المتصدر طبعا اللي هو نادي الزمالك يعني مباريتين، هم لاعبين اكتر مننا مباريتين، لو ان شاء الله باذن الله المباريتين دول احنا كسبناهم هيبقى فرق 6 نقاط وهتبقى الامور في المتناول، خصوصا انت هتلاعب او هتقابل الغريم التقليدي نادي الزمالك مباريتين ايضا في الدور الاول والدور الثاني، فان شاء الله انت قادر بشكل كبير جدا على التعويض وتدارك موقفك في بطوله الدوري بالتحديد، وهي احدى البطولات المفضله بالنسبه للنادي الاهلي، وكمان بطوله دوري ابطال افريقيا الاثنين ماشيين مع بعض او المنافسه فيهم في توقيت واحد، والنادي الاهلي ان شاء الله قادر على استكمال المنافسه في البطولتين، هما بطولتين غايه في الاهميه وبالتحديد كمان بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي كمان بنبارك لفريق النادي الاهلي يا عمر بالفوز امبارح وتخطي عقبه اكيد قويه ومهمه جدا وهي فريق وادي دجله والفوز 2-1. طبعا اكيد بنبارك للنادي الاهلي وفوز مهم جدا، لكن بنكمل الاخبار مع حضراتكم، وكوليبالي يفسخ عقده بالتراضي، سليف كوليبالي مدافع النادي الاهلي والمنتقل حديثا على سبيل الاعاره للدوري العراقي خلاص بيفسخ عقده بالتراضي ما بينه وما بين النادي الاهلي بعد الجلسه اللي عقدها مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. الطرفين اتفقوا على فسخ العقد بالتراضي وحصول كل واحد منهم على حقه وفقا للاتفاق اللي جرى ما بين النادي الاهلي واللاعب سليف كوليبالي. سليف كوليبالي واحد من اللعيبه اللي ادت مع النادي الاهلي بشكل كويس جدا في الفتره الاخيره، ما قصرش طول فتره وجوده داخل او خارج الملعب، ايضا اخلاقيا وسلوكيا ما كانش حد عمره بيشتكي منه ولا عمر حد اشتكى منه، بيموت نفسه في الملعب على طول، وكلنا شفنا طبعا في اخر ايامه قبل رحيل كان في تكريم من جمهور النادي الاهلي وايضا لعيبه النادي الاهلي لسليف كوليبالي، ودي دايما الرساله وهي دي اللي بتبقى بعد كره القدم، السيره الطيبه بعد رحيل اللاعب، فطبعا ده شيء اكيد كان مهم جدا نتكلم عليه. نتمنى التوفيق لسليف كوليبالي لاعب النادي الاهلي السابق، ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون فتره خير وسعاده يتالق فيها، واكيد طبعا النادي الاهلي دايما بيفتح بابه لكل اللعيبه اللي كانوا موجودين سواء اللي كانوا موجودين من امام النادي الاهلي او من خارج النادي الاهلي. طبعا سليف كوليبالي اكيد بنشكره على الفتره العظيمه اللي قدر ان هو يؤدي فيها مع النادي الاهلي، والراجل ساهم في بعض المباريات بشكل كبير قوي سواء من خلال احراز بعض الاهداف او حتى كمان من خلال دوره الدفاعي بحكم مركزه اكيد، فبالتالي كان لعيب مهم، لكن احنا زي ما احنا عارفين لوائح الاتحاد المصري لكره القدم بتنص على تواجد 4 لاعبين اجانب فقط، فبالتالي بعد تعاقد النادي الاهلي مع جيرالدو اللاعب الانجولي واللي عاد كمان للمشاركه في المباريات بالامس، كان النادي الاهلي مضطر ان هو يستغني عن سليف كوليبالي، بالتالي نتمنى له كل التوفيق في رحلته القادمه، وكان قريب للشرطه العراقي، المفاوضات يعني بقت بالفشل، اعتقد ان هو قريب او اقرب للدوري السعودي، لكن هنشوف الايام الجايه سليف كوليبالي هيتجه لانهي دوري من الدوريات المعروف، اكيد نتمنى له كل التوفيق ونشكره على الفتره اللي كان فيها مع النادي الاهلي. كمان من ضمن الاخبار يا عمر، النادي الاهلي بيطلب حكام اجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز، واعتقد ده شيء طبيعي وبديهي جدا، لازم يكون في حكام اجانب في مباراتين كبار زي مباراتي الاهلي مع الزمالك والاهلي مع بيراميدز، فرقتين كبار جدا، النادي الاهلي طبعا فريق عظيم، فبالتالي المباريات دي محتاجه حكام اجانب، لكن الاهم من ان انت تجيب حكام اجانب ان هم يكونوا حكام اجانب على مستوى عالي، ما يبقاش ان انا اسمي جبت حكم اجنبي وخلاص يدير مباراه في الدوري المصري، لا دي مباريات بحجم انديه الاهلي والزمالك، اولا طبعا الاهلي والزمالك معروفه القمه الاساسيه والقمه الوحيده اللي تعتبر في بطوله الدوري المصري، وكمان فريق بيراميدز اللي بيعمل موسم اعتقد موسم جيد، فبالتالي كل هذه المباريات محتاجه حكام اجانب من الدرجه الاولى، حكام اجانب يكونوا مميزين عشان نشوف مباريات جيده، نحاول نتدارك او نحاول نتجنب من خلال تواجد الحكام الاجانب اكبر اخطاء ممكنه في هذه المباريات ممكن تاثر على مسيره احدى الفرق، فبالتالي اعتقد ده خبر مهم جدا ومطالبه هامه جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي لاتحاد الكره المصري. عمر يعني اكيد طبعا الحكام الاجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز اكيد شيء مهم جدا، احنا بنتكلم في منافسه، بنتكلم في قوه مسابقه، بنتكلم في ضغط المباريات، وبالتالي
الاستعانه بالحكام الاجانب لبعض المباريات هو امر وارد جدا، ما فيهوش اي عيب تماما. طبيعي جدا ان احنا هيكون في احسن مننا، لازم نستعين بالخبره ونستعين بحكام اكيد مميزين في الفتره القادمه، لكن طبعا كلنا عندنا يعني عارفين ان لجنه الحكام المصريه لجنه حكام نزيهه جدا ودايما بتختار الاكفأ والافضل في كل اللقاءات، وكمان بتبقى عارفه قدر او مستوى الحكم اللي هيحكم المباراه وحجم المباراه عامل ازاي. زي ما احنا عارفين وزي ما حضراتكم متابعين مفيش مباراه مستحمله اي خطا تحكيمي، كلنا عندنا ثقه كبيره جدا 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 في لجنه الحكام المصريه. ما اتكلمناش على احمد الشيخ امير، وقلنا ان احمد الشيخ كان عنده جزع في الرباط الداخلي للركبه وبدا ان هو يعود الى التدريبات مع كابتن طارق عبد العزيز. احمد الشيخ واحد من اللعيبه المؤثره جدا، واحد من اللعيبه اللي لما اخذوا فرصتهم مع كابتن محمد يوسف قبل وجود مستر لساتي قدر ان هو يقنع الجميع وقدر ان هو يكون سبب في فوز النادي الاهلي وحصد الثلاث نقاط في اكثر من مباراه. نتمنى ان هو كمان يعود مع اللعيبه اللي هترجع من الاصابه علشان يكونوا قوه ضربه وقوه كبيره جدا جدا جدا. يعني زي ما احنا قرينا امبارح وشفنا ان تعاقدات يناير كلها اتصلت في شهر يناير يعني في عين كبيره جدا وسوء توفيق بيلاقي وبيقابل النادي الاهلي، لكن ان شاء الله كلنا عندنا يقين وايمان بالله والجهاز الطبي اللي موجود ان شاء الله اللعيبه ترجع احسن من الاول. هو موضوع غريب بصراحه موضوع الاصابات، لكن ان شاء الله نتمنى ان هي تبقى فتره وتعدي، هي طولت بصراحه شويه بس ان شاء الله نخلص منها قريب وكل المصابين يرجعوا عشان يكونوا متاحين للجهاز الفني، بالتحديد احمد الشيخ الراجل حظه وحش شويه يا عمر، كل ما يخف ويبتدي يتالق يتصاب للاسف، لكن هو ان شاء الله لاعب عنده قدرات كبيره جدا وفي ثقه كبيره من اداره النادي الاهلي والجهاز الفني في هذا اللاعب، ان شاء الله اتمنى له كل التوفيق في المرحله المقبله. كمان من ضمن الاخبار مران استشفائي للاعبي الفريق في مباراه وادي دجله، وده شيء طبيعي جدا بعد كل مباراه. اللاعبين الاساسيين او اللي خدوا اكبر كم من الدقائق في المباريات الرسميه بيكون ليهم تدريب استشفائي طبعا تجنبا للاجهاد وكمان تجنبا للاصابات اللي ان شاء الله نتمنى ان هم يتجنبوها بشكل كبير جدا. في المقابل طبعا كان في تدريبات قويه للاعبين اللي ما شاركوش خالص في المباراه بالامس او حتى اللي خدوا دقائق قليله، فده شيء ايضا جيد وطبيعي ومهم جدا. اهم حاجه ان يتم تجهيز اكبر كم ممكن من اللاعبين، خصوصا انت ماشي في بطولتين في توقيت واحد، بطولة الدوري بطولة مهمة وبطولة دوري أبطال أفريقيا بطولة غاية في الأهمية. يعني على الجانب الآخر اللعيبة اللي ما كانتش موجودة في مباراة أمس كانت موجودة في تدريبات اليوم، أصلا كان في مباراة ودية لكن تم إلغاء المباراة الودية نظرا للازدحام الشديد في وسط البلد، وده اللي منع فريق المعادي أنه هو يكون موجود في ملعب مختار التتش ونادي الأهلي بالجزيرة. على الجانب الاخر بقى على طول مستر مارتن لساتي عمل تدريبات بدنيه وتقسيمه قويه جدا ما بين اللعيبه اللي ما شاركتش، وبالتالي علشان يحافظ على كل المعدل البدني اللي موجود في الفريق. زي ما حضراتكم عارفين ان دايما بعد اي مباراه بيكون في مران استشفائي للعيبه اللي لعبت المباراه بالامس، والمران الاستشفائي ده بيكون خاص بجري خفيف حول الملعب وممكن كمان يكون في شويه يعني ساونا جاكوزي بخار، كل العوامل اللي تريح العضلة اللي تعبت جدا وتم إهلاكها واستهلاكها في المباراة. طبعا أي مباراة بتكلم في أي مباراة، وبالتالي اللعيبة اللي شاركت في تمرين اليوم كان في تدريبات بدنية زي ما قلت لحضراتكم علشان يحافظ على المستوى البدني والحمل البدني ما بين اللعيبة بينها وبين بعضها، وزي ما حضراتكم شايفين أن ممكن أي لاعب موجود يشارك في مباراة يوم السبت بسبب الإصابات الكثيرة والإصابات العنيفة اللي دايما بتضرب لاعبي النادي الأهلي، مش بس يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، دي أقل حاجة خالص 10 أيام أسبوعين. فدي كان تدريب اليوم والجزء الخاص بالتدريبات البدنية والتقسيمة، واعتقد بكده بقى يا امير احنا يعني خلصنا كل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. عايزين نفكر الساده المشاهدين بالظبط بالهاشتاج اللي هيبقى موجود دلوقتي او موجود دلوقتي على الشاشه، هاشتاج حكايتك مع تيشيرت الاهلي. زي ما امير اتكلم وقال في البدايه ونوه هيكون معانا المهندس عدلي القيعي علشان نتكلم في يعني حاجه مهمه جدا، حاجه تاريخيه جدا جدا جدا، لكن
هنعرف كل حاجة خاصة بالحلقة، لكن بعد الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. حلقة مهمة جدا جدا النهاردة من الأهلي الليلة، هنتكلم فيها عن حكايتك مع الفانيلا الحمراء، هنتكلم فيها عن تاريخ الفانيلا الحمراء بشكل عام من خلال طبعا ضيفنا اللي هينورنا ويشرفنا، هو في الحقيقة مكانه كمان، هو مش هيكون ضيف، المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، والأكيد عنده تاريخ كبير جدا مع القلعة الحمراء. هيكون حوار شيق وحوار مهم، لكن الأهم إن أنتوا تتواصلوا معانا عبر هاشتاج حكايتك مع تيشيرت الأهلي، قولوا لنا، ابعتوا لنا ايه اول تيشيرت انت جبته مثلا للنادي الاهلي، كان عندك كام سنه، كان في سنه كام، يعني بتحب تيشيرت النادي الاهلي قد ايه، كل ما يخص فانيله النادي الاهلي وانت حابب تقول عنه اي حاجه، وهي طبعا بتمثل الكثير والكثير لكل جمهور النادي الاهلي، ابعت لنا قول لنا على هاشتاج حكايتك مع تيشيرت الاهلي، وهنتواصل معاك اكيد خلال حلقه النهارده اللي هتكون هامه جدا جدا يا عمر، اكيد حلقه مهمه. يعني زي ما أمير اتكلم وقال، هي حلقة خاصة جدا وحلقة من نوع خاص، يعني على المستوى الشخصي اتشرفت ان انا اكون واحد من اللعيبة اللي لبسوا تيشيرت نادي الاهلي، ليها ذكريات معايا اكيد محدش يقدر ينساها، مرحلة الناشئين كلها الواحد يعني تيشيرتات بمختلف بقى الاشكال، و يعني اللي عايز اقول لحضراتكم الديزاين نفسه والشكل التيشيرت، وان ازاي الواحد كان بيستنى التيشيرت من السنه للسنه، لبس التدريبات، لبس المباريات، كل حاجه كان ليها التيشيرت الخاصه بيها. مرحله الناشئين اكيد كانت مرحله مهمه جدا لكل لاعبي كره القدم، ودايما اولاد النادي الاهلي لما بيبقوا موجودين في مرحله الناشئين وان بيبقى عندهم الشغف في اول فتره بيكونوا موجودين فيها وبيستلموا التيشيرت الحمراء، الموضوع بيبقى مختلف تماما تماما تماما. تيشيرت النادي الاهلي تقيله في اي وقت وفي اي مكان وعلى اي مرحله عمريه، مرحله البراعم، مرحله الناشئين، مرحله الفريق الاول، كل مرحله منهم بتكون اكيد مهمه جدا، لكن دايما الفتره اللي الواحد مش بيقدر ينساها هي اول مره او اول يوم بيلبس فيه تيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي زي بقول لحضراتكم بيبقى الموضوع يعني مبهج ومفرح بشكل كبير جدا جدا جدا. اللي ما لبسش تيشيرت النادي الاهلي وهو بيلعب اكيد جرب الاحساس ده لما بيروح ويشتري تيشيرت النادي الاهلي في اول يوم ليه من اي مكان، سواء دلوقتي من الشباب والبراعم اللي عندهم حب وتشجيع للنادي الاهلي، حتى للسن الكبير اللي دايما بيكون عنده شغف. دلوقتي الموضوع اختلف جدا، الموضوع اختلف ان تيشيرت النادي الاهلي موجوده في كل حته. زمان الموضوع كان مقتصر على بعض المحلات ومقتصر على بعض البراندات والماركات اللي مش بنعرف نجيبها غير من حتات معينه، دلوقتي بقى في البراند او في ماركه التيشيرت بتكون موجوده في محلات زي الاهلي ستور وزي المحلات التابعه لشركه امبرو الشركه الحاليه، وبالتالي كل الجمهور اللي بيتفرج علينا عايزينكم تشاركونا مع هاشتاج حكايتك مع تيشيرت الاهلي، ابعت لنا صورتك وانت لابس التيشيرت واكتب عليها اول تيشيرت ليا مع النادي الاهلي، او عدد التيشيرتات اللي انت جبتها، ممكن حد يكون مجمع كل التيشيرتات اللي موجوده قبل كده في تاريخ النادي الاهلي، وايه اكتر تيشيرت انت بتحبها وكان وشها حلو على الفريق. دايما احنا عشنا كان يعني عصور طبعا السبعينات والثمانينات والتسعينات والالفينات، كان في حاجات مختلفه وذكريات بتختلف من مشجع الى الاخر، ففكر حضراتكم تاني بالهاشتاج، مهم جدا جدا. عايزين بقى هنتابع معاكم لحظه بلحظه انا وامير والمهندس عدلي القيعي، وهنقرا وهنعرض كل اللي حضراتكم بتبعتوه معانا في حلقه ممتده ان شاء الله لحد الساعه 10، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه جدا جدا جدا. اكيد طبعا زي ما قال عمر كده حلقه هتكون ممتعه، بس اعتقد ان انت ما لحقتش السبعينات يا عمر. احنا بنتكلم على ان احنا لما بنشوف يا امير، يعني انا عايز اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا، شكل التيشيرت والشورت في السبعينات كان مختلف عن دلوقتي تماما. الشورت القصير
والتيشيرت اللي ماسكه على الجسم بالظبط. يمكن اللعيبه كانت عندها قدره رهيبه انها تحافظ على اجسامها، كان الاكل بحساب، كان الشرب بحساب. كنت دايما بتشوف اللعيبه التيشيرت تبقى يا دوبك مظبوطه على الجسم، الشورت مظبوط بالظبط، الشورت كان قصير جدا بالزبط. حتى لما بنيجي نبص دلوقتي بنقول ياه ازاي حصلت الطفره الكبيره جدا من السبعينات والثمانينات حتى الالفينات. الموضوع بقى مختلف، التيشيرت بقت واسعه، الشورت بقى واسع. طب يعني بص مثلا دي السبعينات. طب انا عايز اسالك سؤال مهم قوي يا عمر، انت دلوقتي وانت في البيت وانت صغير اكيد كابتن ربيع ياسين طبعا نجم النادي الاهلي الكبير كان بيبقى عنده تيشيرت بتاع النادي الاهلي في البيت، هو التيشيرت اللي بيلعب بيه المباريات الرسميه للنادي الاهلي. كنت بتشوف التيشيرت ده ازاي، وكان شعورك ايه لما بتشوف التيشيرت في البيت؟ انا عايز اقول لك يا امير ان تيشيرت النادي الاهلي انا كنت مجمع كده وانا صغير كل التيشيرتات الخاصه بالنادي الاهلي من اول ما كان والدي موجود في النادي الاهلي لحد اخر يوم انا كنت موجود فيه. تيشيرتات كانت او التيشيرت انا كنت ببقى فرحان بيه جدا. انا في صوره يمكن انا هبعتها لهم اخليوها يعني يعرضوها. تمام. ماتش اعتزال بابا كان 93 ما كنتش لاقي تيشرت على مقاسي، كان عندي 4 سنين تقريبا. فالحل الوحيد ان انا كانت والدتي جابت تيشرت من بتوع بابا وراحت مصغرها لي على قدي وملبسها لي، بقى كانت تيشرت بنص كم، كانت واصله لحد الكم عندي، فكان منظرها مضحك جدا. لكن كانت شرف وفخر ان الواحد يلبس نفس التيشرت اللي والده بيلعب بيها في مباراة النادي الاهلي اللي كتير جدا من الجمهور بيحلم ان هو يحصل عليها. كلنا بنشوف وانت اكيد بتتابع طبعاً. ان حلم اي واحد من جمهور النادي الاهلي ان هو يحصل على تيشرت لعيب بعينه. يعني مثلا يقول لك انا عايز تيشرت وليد سليمان، عايز تيشرت مثلا اي حد موجود، شريف اكرامي، الشناوي، اي حد، رمضان صبحي. لكن طبعا اكيد في البيت عندنا بقى كل التيشيرتات اللي كابتن ربيع لعب بيها، وانا بشكل شخصي طبعاً عندي انا لعبت فتره الناشئين حوالي 10 سنين في النادي الاهلي، عندي كل التيشيرتات الخاصه بيا، وانا هبعت لهم شويه صور علشان بس يعرفوا ان تيشيرت النادي الاهلي مش بس نتكلم عليها كده مجرد كلام، لكن لا واحد اتشرف فعلا ان هو يكون موجود وان هو يلبسها. وزي ما قلت لك يا امير بيكون لها مفعول السحر، اي فريق بيجي يلعبك بيعمل لك 1000 مليون حساب، لون الاحمر والتيشيرت الحمراء دي بتخلي الخصم قدامك يبقى مش خايف، يبقى مرعوب. يعني النهارده تيشيرت الاهلي دي هي اللي عملت السحر ده. وبعدين دايما الواحد بيحسها لما يخرج من النادي الاهلي يروح فريق تاني، او العكس يجي من فريق تاني على النادي الاهلي يبقى في رهبه كده شويه. لا ايه، انا بتكلم على اللعيبه اللي انت اللي هي بتيجي تلعب في النادي الاهلي او بتخرج من النادي الاهلي على نادي تاني، تقلع التيشيرت الحمراء القوه اللي كانت عندك راحت خلاص. العكس صحيح، حلو تيجي التيشيرت طبعا القوه بتكون انت عندك، يعني انت لابس قوه اصلا، اللون الاحمر ده او تيشيرت 50% لوحده قوه، 50% من رهبه الفريق المنافس في التيشيرت الحمراء. لو انت لابس له اي لون تاني مش هيبقى عنده رهبه فعلا. انت لو بصيت على الانديه على مستوى العالم هتلاقي الانديه الكبيره كلهم بيلبسوا تيشيرتات حمراء، يعني طبعا ده ما يقللش من اي الوان اخرى، لكن اللون الاحمر دايما بيبقى مصدر قوه في مواجهه المنافس. بس تيشيرت الاهلي بقى الاشعار النادي الاهلي عليها ده حاجه مختلفه خالص. وهو اكيد زي ما هو شيء مهم جدا بالنسبه للاعيبه او اللعيبه في مصر بشكل عام ان هم يرتدوا تيشيرت النادي الاهلي، وفي مقوله كده بتقال دايما ما بين اللاعبين وانت اكيد عارفها يا عمر، اللي ما لعبش في النادي الاهلي يبقى ما لعبش كوره في مصر، خصوصا لما يلبس تيشيرت النادي الاهلي التيشيرت الاحمر. لكن زي ما هو بيبقى يوم سعيد على اللاعب، هو اكيد بيبقى يوم سعيد جدا على الجماهير اللي بتنزل تشتري تيشيرت النادي الاهلي. اليوم اللي بينزلوا فيه عشان يشتروا تيشيرت النادي الاهلي بيبقوا مجهزين نفسهم وعايزين ينزلوا يجيبوا التيشيرت ويلبسوا تيشيرت النادي الاهلي وكمان يتصوروا بيه وينزلوا طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي. ده حتى لو التيشيرت اتغير الديزاين بتاعه من سنه لاخرى، في ناس بتشتري كل سنه تيشيرت النادي الاهلي عشان يحتفظوا بالديزاينات المختلفه بتيشيرت النادي الاهلي منذ ما هم يعني وقعوا على الكوره، وان هم ابتدوا يتابعوا النادي الاهلي اكيد نادي كبير ونادي عظيم، والتيشيرت اللون الاحمر ده اكيد ده لون مميز جدا. واكيد يا عمر في تيشيرت معلم معاك او ديزاين معين معلم معاك. يعني انا افتكر ان انا كنت على طول لما ببقى موجود في النادي الاهلي ومرحله الناشئين كان بيبقى عندنا التيشيرت بتاعتنا، لكن دايما سواء كلاعب او كمشجع طبعا كنا بنطمح ان احنا يكون عندنا حاجه من ريحه الفريق الاول. تمام. فكان عندي التيشيرت كان 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 تيشيرت لفتره التسعينات اللي كان موجود فيها عصر من العصور الذهبيه للنادي الاهلي والفريق اللي قدر ان هو كابتن سمير كمونه، كابتن عصام الحضري، كابتن ابراهيم حسن، الكابتن حسام حسن، كابتن مجدي طلبه، كان فيه هادي خشبة. طبعا كان فيه رموز كتيره جدا في الفتره دي. انا اكتر فتره كنت واعي فيها كنت بحب الاهلي جدا جدا جدا، وكنت حريص ان انا موجود في كل المباريات دي. الفتره اللي انا كنت حريص ان انا احصل على التيشيرت بتاعي. نفس الوقت الفتره الثانيه
مع مستر مانويل جوزيه الولايه الثانيه اللي هي كابتن عماد متعب بقى وكابتن حسام غالي وكابتن حسام حسني وعبد الوهاب الله يرحمه. طبعا برضو الفتره دي الاهلي كان بيلبس فيها براند مختلفه عن اللي موجوده دلوقتي، وكان ليها ديزاين معين وكان ليها شعار معين. وانا اقول لك على واقعه طريفه جدا كنت انا حاضر فيها. اليوم اللي كان فيه حفل توقيع التيشيرت دي كان موجود في احد طبعا الفنادق، وبيتعمل بيتم مؤتمر صحفي. ففي الوقت الحالي في مرحله الناشئين انا كان جسمي كبير شويه عن بقيه اللعيبه اللي كانوا موجودين، فالاختيار وقع على لعيبه معينه اجسامها صغيره عشان تروح حفل التوقيع عشان يبان ان هم ناشئين. تمام. يعني جبت واحد طويل يبقى طول لعيب الكوره فالموضوع يبقى مضحك، فاختاروا بعض اللعيبه فانا ما كنتش موجود. فالموضوع ده ضايقني جدا 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 جدا، بس ما سبتهمش. قلت لهم ادوني التيشيرت اللي انتوا هتدوها للعيبه النهارده وانا ما عنديش مشكله، مش هكون زعلان خالص. فبالفعل حصلت على التيشيرت الخاصه بفتره مستر مانويل جوزيه اللي كان فيها النجوم اللي قلت لك عليهم دول كلهم، وكانت دي برضو من التيشيرت العزيز عليا جدا جدا جدا. وكان الراعي كان طبعا كان عليها احدى الرعاه اللي دايما بيكونوا حريصين ان هم يرعوا النادي الاهلي، وبالتالي الواحد فعلا كان عنده شغف، والواحد كان عنده يعني حب كبير جدا للتيشيرت وللنادي الاهلي. ودايما لما بروح العب سواء خماسي في النادي الاهلي مع الجيل الكبير وفريق الشمس، ببقى حريص جدا ان انا اكون بلعب بتيشيرت النادي الاهلي، حتى التريننج سوتس وكل الايكوبمنتس والشنط والجزم كل ده انا محتفظ بيه وعندي، وبتشرف ان انا عندي، ودايما اكيد هتباهى بيهم. ويعني زي ما انت قلت اللي ما بيلعبش في النادي الاهلي اعتقد ان هو ما لعبش كوره خالص يا امير. تمام، اكيد يعني اللي انت بتقوله شيء مهم جدا يا عمر، ويعني في اكيد تيشيرتات ما ينساهاش جمهور النادي الاهلي، ان هم من ساعه ما شافوا كره القدم ومن ساعه ما شجعوا النادي الاهلي في تيشيرتات بتعلق في اذهانهم كده. يعني بشكل عام مهما اتكلمنا عن تيشيرت النادي الاهلي يعني مش هنديله حقه، وخصوصا ان هو تيشيرت عظيم لنادي اعظم بكتير، هو اعظم نادي في الكون من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي دايما. خلينا نروح نشوف يعني تقرير صوتي عن حكايه قميص الاهلي ونرجع مره ثانيه. قميص النادي الأهلي الشاهد الأول على تاريخ عظيم سطرته أجيال متعاقبة، رفعت الكؤوس والدروع والبطولات لأكثر من 100 عام، ارتدته أساطير صنعت أمجادا لا تنساها الجماهير، بدءا من حسين حجازي مرورا بمختار التتش، المايسترو صالح سليم، وزير الدفاع حسن حمدي، الأسطورة محمود الخطيب، حتى جيل الألفية الجديدة الذي ما زال يسطر تاريخ الأمجاد. مر قميص النادي الأهلي بتطورات على مدار تاريخ النادي منذ تأسيس أول فريق لكرة القدم، وكان عام 1911 وحتى يومنا هذا استمد عظمته وقيمته من قيمة شعار النادي الأهلي باللون الأحمر المميز الذي عاشقته عيون الجماهير. أصبح قميص الأهلي هو الأول صاحب الريادة في ظهور الرعاة عليه عام 1978، ومن ثم تهافتت عليه الشركات العالمية من أكبر الأسماء لتصميمه. بالعودة إلى التاريخ نجد أن شركة إمبرو التي تعاقد معها الأهلي مؤخرا لتصميم القميص ظهرت للمرة الأولى مع القلعة الحمراء عام 1978، ثم تعاقبت الشركات العالمية حتى عادت إمبرو مجددا عام 1993 لتأتي مجددا الآن لتكتب تاريخا جديدا مع الأهلي. الشراكة بين الأهلي وإمبرو في الوقت الحالي
هو تجسيد لعراقة القلعة الحمراء مع تطور كبير في اقتصاديات كرة القدم، وفي عهد أصبح فيه قميص النادي الأهلي جزءا من عقود رعاية وصلت قيمتها إلى 1,000,000 جنيه. الأهلي الليلة يأخذكم في حلقة خاصة عن تاريخ قميص الأهلي الشاهد على الأمجاد وكتابة التاريخ. تنسوش الهاشتاج اللي موجودة مع حضراتكم طوال الحلقة، هاشتاج حكايتك مع تيشيرت الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم شاركونا بكل الذكريات، بكل الصور، بكل ما هو متعلق بتيشيرت النادي الأهلي. أول يوم اشتريت فيه التيشيرت، إيه هي التيشيرت اللي أنت بتحبها وما تقدرش إن أنت تنساها؟ التيشيرت اللي كان وشها حلو عليك وعلى النادي الأهلي واللي حققت أكبر عدد وكم من البطولات. زي ما قلت لحضراتكم اللي عنده صورة، اللي عنده كلام عايز يقوله ممكن يشاركنا بيه على تويتر أو على الفيسبوك من هاشتاج، وهنقرأ وهنعرض لحضراتكم كل اللي حضراتكم بتبعتوه وبتشاركونا بيه، وكمان مع الضيف العزيز ونجمنا اللي هيكون مشرفنا نورنا الباشمهندس عدلي القيع، عشان نتكلم بقى على تاريخه والاسرار الخاصه بتيشيرت النادي الاهلي اللي زي ما سمعنا في التقرير ان هي الشاهد على بطولات النادي الاهلي. طبعا يعني زي ما بقول لحضراتكم كده وزي ما قال عمر، حلقه مميزه جدا لازم تتابعوها ان شاء الله، لان باذن الله هتعجبكم بشكل كبير جدا، في ظل ان هيكون معانا ضيف وصاحب مكان بكل تاكيد هو المهندس عدلي القيعي، وهنتكلم بشكل كبير جدا على تاريخ طبعا الفانيلا الحمراء، فانيلا النادي الاهلي. ما تنسوش تتواصلوا معانا. طب خلينا نشجع المتابعين والجمهور يا عمر شويه، ونقرا كده بعض التعليقات من خلال صفحه قناه الاهلي على فيسبوك، ويعني ذكرياتهم مع تيشيرت النادي الاهلي. خلينا نبتدي بمحمد حسين. محمد حسين قال اول تيشيرت اشتريته كان حسام حسن بتاع شركه معينه كده، وكان كبير عليا، كان زي البلطو عليا. تمام. خالد كريستيانو قال جيل ابو تريكا وبركات ومتعب واجل بيرتو وفلافيو، ده كان اعظم جيل في تاريخ الاهلي، كان اكتر انجازات للنادي، واشتريت تيشيرت فلافيو الاصلي. يعني عدد من المشجعين وعدد من الاهلاويه اللي اكيد يعني مش هينسوا اول يوم اشتروا فيه تيشيرت النادي الاهلي، واكيد بيبقى احساس مختلف جدا لما يبقى انت بتجيب التيشيرت الخاص بالفريق اللي انت بتحبه وبتعشقه وبتشجعه زي النادي الاهلي بالتحديد لما يكون النادي الاهلي كمان. فاكيد هيكون عندنا حديث طويل ومهم جدا بعد قليل مع المهندس عدلي القيعي يا عمر. طبعا زي ما انت قلت هنتابع كل شويه الجمهور مع جمهور النادي الاهلي سواء على الفيسبوك او على تويتر، وهاشتاج حكايتك مع تيشيرت الاهلي، وبدا ان يكون في تفاعل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني الحمد لله من اول الناس اللي لبست امره. مين ده؟ مين ده؟ عشان تعرف بس، بص الصوره دي، انا اول واحد لبست امره اهو، دي وده ده ماتش اعتزال كابتن ربيع ياسين سنه 93 او 94 على ما اتذكر، وزي ما قلت لحضراتكم ما كانش فيه ولا تيشيرت موجود على مقاسي، فعلشان اشارك في ماتش الاعتزال زي ما حضراتكم شايفين جبت شورت يعني كان قصير شويه وتيشيرت كانت طويله شويه، فالعمليه ما ركبتش على بعض، والتيشيرت كانت كبيره جدا، لكن يعني كان البيت بقى ليهم دور ان هم يعني يقيفون التيشيرت على مقاسي، يا دوبك جت كده لحد زي حضراتكم شايفين، بس كان منظرها لطيف، ما حدش ينكر ان انا كان شكلي حلو جدا، وكمان كنت حاطط ايدي في وسطي، فواضح ان انا كنت مشروع اي فاشل. كمان عندك مهاره عاليه قوي يا عمر، واضح من الصوره يعني. يعني شفت بعدين كمان التيشيرت والثقه بالنفس وانا واقف كده بتصور وحاطط ايدي في وسطي والتيشيرت طويل عليا ما كنتش عارف اجري، ده كمان لو اجيب الصوره كلها على بعض كنت لابس شراب خروج، ما كنتش والله شراب صغير على مقاسي، فكان في شراب بقى اللي هو بتاع الخروج ده اللي لبسته على جسم الكوره. بس احساس مختلف يا عمر. طبعا وانت لابس تيشيرت الاهلي ده بيبقى حاجه مختلفه اكيد. يعني غير ان هو بص هو تيشيرت كان تيشيرت منتخب مصر وكان امبرو، لكن هو كان لونه احمر، فالوقت ده انا ما لقيتش حاجه على مقاسي غير تيشيرت منتخب مصر بس حمراء علشان ينفع اشارك في ماتش الاعتزال. لكن زي ما انا قلت لك والله احساس مختلف تماما تماما لما حد بيلعب او حد يعني بتكون اول مره ليه انه يلبس تيشيرت الفانيلا الحمراء او تيشيرت النادي الاهلي. وبص هو ده بقى اللي بتكلم عليه يا امير. شراب خروج مع جزمه كوره
وشورت زي ما حضراتكم شايفين. وانت شايف يا امير شورت حاجه يعني فضيحه جدا. جميل خالص. والتيشيرت انا يعني احسن حاجه فيها ان هي امبرو ان هو راعي النادي الاهلي، عشان تعرف ان احنا ايه منذ مر التاريخ ان احنا شركه امبرو ديف دايما في يعني في قلوب، وان احنا كنا احنا دايما شركه امبرو طبعا شركه عريقه وشركه كبيره جدا جدا أكيد. وزي ما هي شركه النادي الاهلي دلوقتي كان ليها طبعا وجود قبل كده، ودايما هي من الشركات الانجليزيه العريقه جدا اللي اكيد هنتكلم عليها. لكن يعني هنعرف اكتر وهندردش اكتر مع الباشمهندس عادل القيعي، مثلا دول اسمه عنده الكواليس كلها. عنده كل حاجه ده حاضر بسم الله ما شاء الله من تاريخ طويل جدا جدا، وهنتكلم على ذكرياته وتاريخه مع تيشيرت النادي الاهلي، وهنعرض لحضراتكم صوركم، وهنعرض لحضراتكم كل المشاركات اللي حضراتكم بتبعتوها لنا مع الهاشتاج اللي على شمال الشاشه دلوقتي قدام حضراتكم، حكايتك مع تيشيرت النادي الاهلي. والفيسبوك طبعا هتكون المشاركات عليه، ده الفيسبوك اللي قدام حضراتكم facebook.com/الاهلي/ايجيبت تي في، او اكتب باللغه العربيه على السيرش انجن في الفيسبوك اكتب قناه النادي الاهلي، وممكن بشكل عام تنزل صورتك واحنا هنعمل سيرش بهاشتاج الحلقه حكايتك مع النادي الاهلي. فيسبوك او او تويتر الاثنين دول هنكون احنا موجودين عليهم، سواء امير او سواء انا هكون موجود مع حضراتكم، وهنعرض ليكم كل اللي حضراتكم بتبعتوه لينا في حلقه اليوم. طبعا امير يعني حلقه واحد مبسوط ان هو بيقدمها، وواحد ان هو سعيد ان هو بيشارك فيها، لكن يعني انت بقى الوضع مختلف معاك، الوضع كان مختلف معاك ان انت مشجع للنادي الاهلي ودايما او كنت حريص ان انت يكون عندك تيشيرت النادي الاهلي بكل ديزاين بينزل او كل شركه بتنزل براند جديد بتتعاقب على النادي الاهلي، اكيد كنت حريص ان انت تكون من الناس اللي بتتوافد على الحصول على التيشيرت. اكيد طبعا هو فخر لاي اهلاوي ان هو يكون عنده تيشيرت في البيت بتاع النادي الاهلي، لما يجي ينزل يلعب كره مع اصحابه في الشارع او في مراكز الشباب او في الملاعب المخصصه لمباريات كره القدم ان هو يلعب بتيشيرت النادي الاهلي، وكان بيتخيل نفسه في التوقيت ده احد نجوم النادي الاهلي اللي كانوا بيلعبوا في الوقت اللي هو كان فيه صغير وبيتابع الفريق. انا كنت واحد من الناس دي، كنت بحب جدا اتابع النادي الاهلي كالعاده، وكنت بحب كمان اتابع الكره المصريه بشكل عام، لكن النادي الاهلي اكيد ليه مذاق خاص، وتشجيع النادي الاهلي ليه فخر كبير جدا. اكتر تيشرت اثر معايا يا عمر، او ابتديت كده يعني احب شكل التيشرت الديزاين بتاعه، لما كان النادي الاهلي بيلبس تيشرت مش عايز اقول ماركه ايه، لكن كان الارقام بتاعت اللعيبه لونها اسود، وكان على الاكتاف هنا كده في حاجات يعني حاجه سودة في الديزاين نفسه بتاع تيشيرت النادي الاهلي، كان اعتقد جيل كابتن حسام حسن وابراهيم حسن وهادي خشبه واحمد كشري واحمد فيليكس وناس كتير جدا ونجوم عظام بشكل كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي. التيشيرت ده كان مؤثر معايا قوي، طبعا كنت دايما بتابع التيشيرتات، والدي دايما كان بيحمسني في تشجيع النادي الاهلي، وكان دايما بيجيب لي طبعا تيشيرتات النادي الاهلي، فبالتالي هو فخر كبير جدا ان انت كمان لما بتروح الاستاد بتبقى رايح لابس التيشيرت لونها احمر نفس لون فريقك تحديد النادي الاهلي، فاكيد كان فخر كبير، وانا كنت ببقى سعيد دايما ان انا اجيب كل ديزاين جديد بينزل تيشيرت النادي الاهلي. سؤال مهم جدا، وسؤال ممكن كتير مننا ما يعرفش الاجابه، لكن التقرير اللي جاي هو اللي هيكون عنده الاجابه في لماذا يرتدي النادي الاهلي اللون الاحمر. هنعرف من التقرير التالي ونرجع نكمل مع حضراتكم. فانيلة الأهلي ولونها الأحمر الرائع لها قصص وحكايات كثيرة ومثيرة. كثيرون تحدثوا عن سر اختيار الأهلي للون الأحمر، لكن ما وصلنا هو ثلاث روايات. أصدقها هو أن الأهلي مستمد لونه الأحمر من علم بلاده ليكون نادي الوطني الأول في مصر. تعالوا نشوف حكاية الأهلي مع الفانيلا الحمراء واللون الأحمر. يرجع اختيار الزي الرسمي للنادي الأهلي إلى ثلاث روايات وفقا لقسم الوثائق النادرة في النادي الأهلي وكتاب الناقد الكبير حسن المستكاوي النادي الأهلي قلعة للبطولة والوطنية. الروايات هي
أنشئ الأهلي عام 1907، تم الاتفاق على لون التيشيرت في أول اجتماع رسمي في 8 من إبريل عام 1907. اختير اللون ليكون مستمدا من علم مصر العلم العثماني من عام 1882 إلى عام 1914. في رواية أخرى قيل إن لون قميص الأهلي استمد من لون الطربوش الذي كان يرتديه البشوات، فأخذ اللون كرمز للقمة لأن الطربوش كان يوضع على الرؤوس، وبعد ذلك ظهرت مقولة الأهلي فوق الجميع، هو شعار الأهلي التاريخي لتؤكد هذه النظرة. رواية ثالثة تقول إنه تم اختيار اللون الأحمر على أساس قومي، حيث نشأ الأهلي لخدمة طلبة المدارس العليا الذين كانوا الدعامة الأساسية للثورة ضد الاحتلال. فعندما سبق إنشاء النادي الأهلي نادي الجزيرة، وهو النادي الذي أسسه الإنجليز، اختار الجزيرة اللون الأخضر كرمز للسلام لتطبيع العلاقات بينهم وبين المصريين، فلم يجد الأهلي أمامه سوى اختيار اللون الأحمر للرد على الإنجليز، حيث معروف أن اللون الأحمر يرمز سياسيا وعسكريا الحد النهائي للأمر. الثورة هي إشارة إلى أن الاحتلال الإنجليزي يعيش أيامه الأخيرة في مصر. رغم هذه الروايات، تبقى الرواية الأولى هي الأقرب، وهي أن لون فانيلة الأهلي مستمد من علم مصر، وهو أكبر دليل على أن الأهلي منذ لحظة ميلاده عام 1907 هو نادي الوطني الأول في البلاد. عاش الأهلي وجمهوره، وبقيت فانيلته الحمراء فوق الجميع. طبعا تقرير كان مهم جدا عن يعني الاهلي ليه بيرتدي التيشيرت لونه احمر، واكيد معلومه او الناس كلها كانت بتبقى عايزه تعرف ليه النادي الاهلي بيلبس تيشيرت الاحمر. اكيد ده شيء مهم جدا وبيبقى فخر كبير جدا لاي لاعب واي حد من الجماهير كمان ان هو يشجع النادي الاهلي. اعتقد تقرير كان مهم ووافي جدا يا عمر. ومهما اتكلمنا عن تيشيرت النادي الاهلي اكيد في كلام كتير هنتكلم فيه اكتر مع المهندس عدلي القي، هذه القيمه والقامه الاهلاويه الكبيره. هو في يعني اللون الاحمر هو لون مستمد من علم مصر وهو لون الوطنيه، وزي ما حضراتكم سمعتم وشفتم ازاي بدات القصه وليه اللون الاحمر، وطبعا كان ليه غرض سياسي في الوقت اللي كان الانجليز متواجدين فيه في مصر، علشان الناس تعرف ليه النادي الاهلي اختار اللون الاحمر. هو مش بس يعني ليه طابع بالنادي الاهلي، لا ده ليه طابع كمان بالوطنيه ومستمد من علم مصر اللي بيكون فيه ثلاث الوان، وبالتالي اللون الاحمر هو لون الدم والعرق والكفاح، هو اللي النادي الاهلي اختاره علشان يكون رمز ليه من 1907، وهو طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا هو النادي الوطني الاول في مصر، و لسه مكملين ومستمرين بقى معاكم من بطولات وانجازات، وفعلا تيشيرت الواحد يفتخر بيها سواء هو بيشجع النادي اللي بيلعب بيها او لما بيكون بيرتديها باي شكل من الاشكال. الجمهور بدا يتواصل معانا، كله بيبعت صور، اللي بعت صوره ليه، اللي بعت صوره مع اولاده، اللي بعت صوره وهو موجود في الملعب على تويتر او على الفيسبوك. زي ما قلت لحضراتكم اللي عنده ذكريات مع تيشيرت النادي الاهلي يبعت لنا وهنقرا لحضراتكم. يعني الناس بعت كتير، حد بيقول لي انا يعني كسبت تيشيرت النادي الاهلي في مسابقه وكنت مبسوط جدا ان انا تبقى عندي تيشيرت النادي الاهلي. واحد تاني بيقول لي انا اول جيل اشتريت لي التيشيرت بتاعه هو الخاص بيه طبعا، كابتن هادي وكابتن حسام وكابتن ابراهيم واحمد فيليكس وكشري وسمير كمونه محمود ابو الدهب، يعني اجيال كتيره جدا وديزاينات مختلفه. ويعني عايز اقول لك ايه، ان كل واحد او كل تيشرت كان ليه طعم مختلف عن التاني. طبعا كل ما جمهور الاهلي بيشوف تيشرت امير بتيجي بقى في الذاكره
بطولات معينه، تاريخ معين، لعيبه معينه، فكل ده اكيد يعني هي حلقه ذكريات، حلقه أكيد. تواصل مع جمهور النادي الاهلي، وان هم يعرفوا فعلا يعني احنا بنقول الجمهور اللعيب رقم واحد، ممكن نسمي التيشيرت اللاعب رقم اثنين، واللي بيكون ليه مفعول السحر جوه الملعب مع لعيبه النادي الاهلي ضد اي فريق بيلعبوا ضده سواء في مصر او في افريقيا. اكيد طبعا. انا عايز بس اكد يا عمر على الدور الوطني لتيشيرت النادي الاهلي، وانت زي ما قلت اكيد النادي الاهلي استمد هذا التيشيرت من علم مصر، لكن في واقعه مهمه جدا بالتحديد بعد ثوره 25 يناير. النادي الاهلي كان عنده مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا، ويصمم النادي الاهلي ان هو يرتدي الزي الخاص بيه استكمالا لعلم مصر. كان التيشيرت احمر والشورت ابيض، والشراب الاهلي دايما بيلبس شراب احمر، لبس شراب في اليوم ده شراب اسود عشان يكون علم مصر، وتضامنا طبعا مع الشهداء اللي كانوا في الثوره، وتضامنا مع كل الواجبات الوطنيه اللي دايما بيقوم بيها النادي الاهلي على مدار تاريخه بشكل كامل. اعتقد كنا بنلعب فريق من جنوب افريقيا في بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي يعني الدور الوطني دايما معروف للنادي الاهلي، واكيد النادي الاهلي بيستمد التيشيرت الخاص بيه من علم مصر، وده شيء مهم ومميز جدا. الحديث هيكون ليه بقيه كبيره ومهمه وشيقه جدا مع ضيفنا العزيز، واعتقد ان احنا كمان هنكون ضيوفه، المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الاهلي، وهذا الرجل الاهلاوي ذو التاريخ الكبير والعظيم او داخل النادي الاهلي، المهندس عدلي القيعي. استنونا بعد فاصل. بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في حلقه خاصه جدا 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 عن تيشيرت النادي الاهلي. زي ما احنا قلنا لحضراتكم قبل الفاصل، هاشتاج الحلقه حكايتك مع تيشيرت الاهلي، ابعت لنا كل الذكريات، كل الصور، كل الحكايات اللي عندك الخاصه بتيشيرت النادي الاهلي، اول تيشيرت جبتها كانت ايه، وايه التيشيرت اللي دايما بتفكرك بالجيل اللي انت بتحبه من عظماء النادي الاهلي. طبعا شرفنا ونورنا في الاستوديو، يعني هو حد مش غريب، هو بيته ومكانه سواء النادي الاهلي او القناه، واكيد هنتكلم معاه عن حكايات كتيره جدا. هو دايما الصندوق الاسود واللي يعرف كل الاسرار داخل القلعه الحمراء، عصر يعني نجوم كتيره جدا واجيال عديده جدا جدا جدا، لكن مش هنساله عن صفقات، مش هنساله عن تعاقدات، هنساله بس عن تيشيرت النادي الاهلي. والمهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات النادي الاهلي، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا بيك يا عمر. اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اكيد يعني 2-1 ماشي، انما هي كويس القعده تبقى قوي خالص. ما انا زي ما بقول لحضرتك، حضرتك بتطلع في ملك وكتابه 2-1، احنا النهارده هنطلع حضرتك 2-1. هي اكيد حلقه هتبقى مميزه ومهمه جدا طبعا من خلال استضافتنا لقيمه اداريه كبيره، قيمه اعلاميه كبيره، والاهم من كل ده ان هو قيمه اهلاويه كبيره جدا جدا، وهو الباشمهندس عدلي القيعي، وهو فخر وشرف ان احنا نكون معاه في حلقه النهارده. باشمهندس طبعا يعني بعد ما رحبنا بحضرتك، اول حاجه عايز اسالها لحضرتك، اول ما بتسمع اسم تيشيرت النادي الاهلي ايه اللي بيدور في ذهنك؟ النادي الاهلي ومعاني كتيره جدا اصبحت بتلخصها التيشيرت، او يعني اصبحت رمز لمعاني مهمه جدا وكبيره جدا، كلها معاني قيميه وتربويه وبينطلق منها قصص. وانا سمعتكم انتم بتتكلموا على لون التيشيرت، التيشيرت جه منين؟ هو فعلا كان العلم المصري لونه احمر، لكن احنا بنغير في الحاجات يا ابني بلا مبرر. الاهلي لبس اللون الاحمر عشان طبعا يقول انا مصر، الاهلي انا مصر، تمام. ولذلك النشأة وطنيه، والمنشئين رموز للوطنيه اكيد، والطلبه المصريين كانوا هم وقود هذا المشروع. ف اللي عايز بقى ما هيش باليوفط اللي بتتكتب، انما هي بعمق التاريخ وتجذر المعنى. طبعا يعني حضرتك الجمهور بيبعت يا باشمهندس، الجمهور الاهلاوي الاول، انا في سر كده عايز اقوله، ربنا يستر يا جماعه، جاب لكم صوره وقال لكم ده ماتش اعتزال الكابتن ربيع ياسين، وانا وقاعد يحكي كده. حقيقه الامر ده كان ماتش اعتزال، هو لا ده كان ماتش اعتزال عمر ربيع ياسين، حتى تشوف الفانيلا كانت قد ايه.
قبل ما يبتدي اصلا. انا مهندس ما لقيتش ولا تيشيرت على مقاسي. انا عارف انت مع انك انت جسمك اكبر من سنك طول عمرك يعني. وده حرمك من فرص كتير. انا عارف يعني. يعني هي بص على رجلك يا باشمهندس اهو. يعني بص على ماتش اعتزال ده انا مش ماتش اعتزال. باشمهندس الجمهور بيبعت جمهور الاهلي بيبعت حاجات بصراحه الواحد لما بيقراها بيحس بفخر كبير جدا. يعني محمد السيد على تويتر بيقول اول تيشيرت كان سنه 95 لما كنت بلعب في دوره المدرسه الثانويه واخدت هداف البطوله واخدت تيشيرت الاهلي هديه من اداره المدرسه. يعني شوف يعني ده راجل بيعتبر هذا التاريخ تاريخ هام في حياته طبعا. يستحق التوثيق، يستحق انه يبقى مرحله من مراحل حياته. واعتقد ان التيشيرت النادي الاهلي مش مجرد حاجه يعني قماشه او لون او زي ما قلت لك بتلخص امور كثيره جدا لدرجه ان يمكن النادي الوحيد اللي بيتقال عليه على مستوى العالم روح الفانيلا الحمراء. صح. طيب باشمهندس يعني دايما بنسمع مقوله كده وهي خاصه بان تيشيرت النادي الاهلي بيبقى تقيل على بعض اللاعبين، هل المقوله دي حقيقيه من وجهه نظرك؟ هو مش هو معنى مجازي. اه طبعا هو معنى مجازي انما يعني. هو تقيل في حجم مسؤوليته. المسؤوليه كبيره قوي اللي بيلمس دي. كانش عندك شخصيه كانش عندك ثقه في نفسك، كانش عندك ما تمثله هذه الفانيلا من معنى يعني الفرد في خدمة المجموع. مفيش أنا في وي. صح. والله أنا عاجبني الشعار ده قوي. طول عمرنا في النادي الأهلي إحنا حتى على مستوى مجلس إدارة. أنا عصرت المجلس كعيد مجلس إدارة، عصرته أنا كمدير نادي، وعصرته أنا كمدير تسويق، وعصرته حتى أنا مدير النشاط الرياضي. كنت بحضر دائما وأبدا محدش كان بيقول أنا عملت أنا عملت. ولذلك حتى أنا شيء بالشيء يذكر أنا يعني أنا مندهش من الناس اللي بتتكلم العمالة تقول هو مجلس الإدارة بينسب الشغل لنفسه. مفيش مرة طلع كابتن خطيب ما قالش أشكر المجال السابقة وخصوصا المهندس محمود طاهر، لأن دي معاني مش بتتوقف عند الأشخاص. ماهيش مسألة بينه وبين المهندس محمود طاهر، ده مسألة هي بتتقال عشان الناس كلها تفهمها وتعيشها. محدش بيقول أنا عملت. صح. ولذلك ما كانش بيسمح إنك تكتب رأيك في محضر مجلس الإدارة وتقول انا معترض وسجلوا رايي. صح. طالما ان المجموع ده تكريسا لمعنى طالما ان المجموع اتفق على شيء عليك ان تقاتل حتى لو خالفك الراي. خلاص المجموع خد القرار ده بالاغلبيه. هذه هي كلمه الاهلي فوق الجميع، فوق جميع من ينتمي اليه. اكيد. المنافس يا باشمهندس لما بيجي يلعبك 50% من الهزيمه بيكون في تيشيرت النادي الاهلي فقط. شوف لو التيشيرت اتبدل الموضوع بيختلف تماما. يعني لا مش قوي كده. لا في معنى التيشيرت بالظبط هو يعني ما هو انت مش بتبقى حد تاني لو انت لابس تيشيرت ازرق. لا طبعا. بس بتبقى غريبه. صح. يعني انت بتبقى مستغربها. انا وانا قاعد بتفرج ما ببقاش مستمتع بالاداء كما بستمتع بيه. يعني كتير جدا بسرح ونجيب جون بتخض في الاول لوهله كده. يعني خصوصا اذا كان المنافس لابس احمر يوميها بالصدفه. بالظبط. لو سرحت ثانيه والاقي الازرق جاب جون مثلا اللي احنا لابسينه اتخض. انا عايز الاحمر. فطبعا هي بتبقى حيل نفسيه بيلجا اليها الفرق كلها على مستوى العالم انه يحرمك من شعارك ومن لونك لكن لما المعنى بتاع التيشيرت بينتقل الى الجوانيه الى الوجدان الى عمق المفهوم الى التربيه على الخلق على خلاص يبقى انت مش بتبص بقى للهدمه اللي عليك. بالزبط. انت خلاص الفانيلا الحمراء بقت بتسري في جسدك. ده هيخليني اسال حضرتك برضه يا باشمهندس على مقوله روح الفانيلا الحمراء، هل دي جايه برضو من التيشيرت الخاص بمسمى او باسم النادي الاهلي عشان من هنا جايه روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي بشكل عام؟ عشان هو بيلبس احمر. بالظبط. فانت روح الفانيلا الحمراء جايه لان النادي الاهلي له طابع في زي ما قلت لك في تناوله للامور في منافساته. فدائما اللي عايز يمثل الاهلي عليه ان يقاتل من اجل النادي الاهلي. يعني أنا قلتها قبل كده وهقولها تاني. جزء من إن أنا كنت ساعات أتفاوض مع لعيبة
انا كنت بضطر اضغط على بعض اللعيبه ادي لهم اقل من المعروض عليهم بره فعلا عشان اشوفه هيضحي، وبقول له انت ليك ثمن والاهلي له ثمن. فاذا قال انا مش فارقه معايا كنت بقول له طب ابشر بقى، انت كنت هتاخد 10 انا هديك 8 بس انت هتحصل على 13 و15 من اللائحه ومن البطولات ومن ومن ومن، لانك انت اشتريت الاهلي، فالاهلي هيعوضك لانه حطك في تيم كويس وفي مناخ كويس، وما هتشحت حقك وهتاخد حقك بكرامه وهتعامل كبني ادم. هنا شخصيه لاعب النادي الاهلي انه بيعامل بادميه بالظبط. يعني في لعيبه كانت بتسيبنا ويبقى لها مستحقات تنتقل الى انديه اخرى، يعني كان بيروح لهم حقهم لحد مكان اللي بيمثلوه، وكان ساعات وهم بيتسلموا هذه الحقوق وزمايلهم بقى في النادي الاخر يعرفوا هذا الكلام ويقولوا سبحان الله ده انتوا حقكم جالكم بعد ما مشيتوا، ده احنا حقنا واحنا موجودين مش ما جالناش. هذا هو الاهلي. يعني برضو من ضمن الجماهير اللي بتبعت لنا يا باشمهندس، يمكن يعني احد الجماهير هو كاتب اسمه على تويتر مومو كاب، وكاتب اول فلوس في جيبي علشان تيشرت اروح بيه الاستاد، واول طابور وقفت فيه كان طابور التذاكر الخاص بمباريات النادي الاهلي. يا سلام يا سلام على الذكريات الجميله. طبعا يعني ناس صراحه، خلي بالك ده معناه ايه؟ ان روح الفانيلا الحمراء مش خاصه بالفريق صح ولا باعضاء النادي، دي بتنتقل الى الشارع المصري صح. هي وسيله من وسائل اعداد مواطن صالح. بص يا بص يا باشمهندس، ده حضرتك ده التويته اللي احنا قريناها دلوقتي، وبعدين حاطط صورته وهو كبير وصوره طفل صغير وقايل جيل بيسلم جيل. فبس حضرتك الموضوع مش زي ما حضرتك قلت خاص بنادي الاهلي ولا مجلس الاداره ده بالجمهور، هي بتبقى ثقافه على مستوى الشارع المصري. طب راي حضرتك في الثقافه اللي موجوده عند جمهور النادي الاهلي تحديدا، راي حضرتك فيها ايه؟ وتعاملهم مع النادي الاهلي وتيشرت النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء، شوف والروح اللي بنشوفها حتى والفريق وهو ممكن يكون في ظروف مش مستقره لكن دايما الجمهور وراه. انت بتخليني اشرح بعض المعاني. الاهلي ملك لجمهوره ده صح صح, صح. صح طبعا، بس مش في المطلق. تمام، يعني هتظل انت جمهور لا تتخذ القرار. مش عايز حد يزعل مني. صح، دي نقطة. الاهلي ما اتبناش لان قراره بيجي من خارج اسواره. تمام، قراره بيجي من مجلس ادارته، من مجلس ادارته فقط. صح، لكن مجلس الاداره بياخد القرار ازاي؟ حاطط في حسابه مشاعر جماهيره ومصالح جماهيره. اذا الجمهور فعلا يملك النادي لان بنعمل من اجله، بنعمل من اجل اسعاده. وطالما ان احنا اتكلمنا بقى في الجمهور والاهلي لازم نشرح حته تسويقيه مهمه جدا. تمام، الاعلان بينزل قيمه الاعلان في عدد المشاهدين. صح، ف اما بيجي يقول لك ايه انا عايز الوقت البريميوم اللي هو المميز ده اغلى حاجه. صح، اغلى حاجه. صح، قبل مسلسل مهم في رمضان، قبل ماتشات الاهلي، اثناء ماتشات الاهلي، قبل الاستوديوهات التحليليه حتى البيل بوردز في الشارع يا باشمهندس. فانت بتختار ليه؟ عشان اكبر عدد من الجمهور بيشوف النادي الاهلي. صح، فاذا لما ما نيجي نتكلم في القيم التسويقيه لا تقعد بقى تشبط لي في كلمه سمعتها وما انتش فاهمها. الاهرام ومش كل راعي بيرتبط بالاهلي بيسعى اليه لانه مستفيد من وراه. بالظبط، لان هو اكثر جماهيريه. محدش في الاحتراف ودنيا المال هيحط فلوس عشان بيجامل. اللي عايز يحط فلوس عشان بيجامل بيتبرع بيها. صح صح، تخش النادي تبرع، لكن في البيزنس لا، القرش اللي احطه ما كانش يجيب لي قرش ونص على الاقل او قرشين ما اروحش احطه. فاي كلام وتيجي سبحان الله يجادلوك الاهرام مش عارف ايه، تبص تلاقي ان الاهرام يزعل الاول لما يخسر مناقصه مرتين ورا بعض طبعا امام شركات. صح، اخرى. طب لما الشركات الاخرى دي انسحبت هل الاهلي بقى في الطل؟ يا نهار ابيض، الراعي سابني انا اعمل ايه؟ لا بالعكس، تنافس المتنافسون فعلا وزاد قيمه العرض. هي زياده حوالي 7-8% واخد بالك ولا 9%، لكنها زياده رمزيه. صح، يعني بتقول ايه ناقصه ويخسر فيها، انك دائما في صعود. طبعا، يعني اول فانيلا كان حظي الحلو
هتيجي تسمعوا دي ولا لا؟ طبعا احنا هنبقى نسمع بس. طيب ابرز اللاعبين يا باشمهندس. اتفضل. لسه عايز تحكي حاجه؟ لا هحكي لك حاجه في القيم التسويقيه. اول اعلان نزل على فانيله النادي الاهلي اعتقد سنه 74 مش 78؟ احنا السؤال اهو. لما انا هقول لك انا هحكي لك الواقع وانت ركبت. كان طاهر الشيخ جبناه سنة 73 74 للنادي الاهلي. كان في كندا وانا سافرت جبته. وانا ما كنتش عضو مجلس اداره ولا حاجه، ودي اول مره الناس تعرف مين عادل القيعي خارج اسوار النادي الاهلي. لا بعد 74 لان كان مجله الاهلي اتعملت. كان السؤال صح. كتبت القصه في المجله. تمام. هو كان صديق لاصحاب شركه من شركات السيارات الكبرى، كانت في انطلاقها. يعني في البدايات يعني. فقالوا له احنا عايزين نعمل، هو اللي جاب الاعلان، اعلان على فانيله النادي الاهلي على العربيه بتاعتنا. فجاء الاعلان، انا مش فاكر كان 20,000 دولار في الموسم ولا 40,000 دولار، مش فاكر. التوقيت ده كان رقم طبعا. لا كان اي اعلان كان رقم. ما كانش فيه اعلانات بالظبط. ومن هنا تنبه النادي الاهلي الى ان الله ده انا عندي حاجه ممكن براند له فاليو، في ناس بتتفرج عليه. وكان ابتدى بقى الانفتاح والنمو، فبدا تخش بعض الشركات الاخرى تزاحم، لحد ما جيت انا مدير النادي الاهلي ونظمنا البطوله العربيه سنه 95. فانا كنت مدير البطوله. كان اللي واخدنا وقتها مؤسسه الاهرام. وكان احد الشركات المشروبات الغازيه هي الراعي بتاع المشروب الرسمي. كان في كذا اعلان المشروبات الغازيه. فانا بعديها بكذا شهر خدنا البطوله، انتهى العقد. فانا رحت، كان الراعي بتاع البطوله شركه منافسه. فانا قلت لهم لازم تيجوا تحضروا المزاد الجاي. كنا العقد 300,000 في الثلاث سنين، يعني 100,000 في السنه. نتيجه البيدنج والمنافسه، واول مره اشوف المنظر ده بقى، الناس تطلع بره الاوضه وتتكلم. قلبتها لممارسه مزايده، بقت 2 مليون و100 من 300,000 ل 2 مليون و100. ثم اللي بعديها بثلاث سنين بقت 5 مليون، ثم اللي بعديها بثلاث سنين بقت 15 مليون، ثم اللي بعديها ب 25 مليون، ثم 49 مليون، ثم وهكذا. طب ممكن اسالك سؤال؟ حضرتك فاكر الارقام ازاي؟ كنت انا اللي بحضر. بسم الله ما شاء الله، حضرتك حافظ الارقام في عدد السنين بالشركات. لدرجه ان انا بقيت احنا بقى، طب كابتن حسن بقى هنا العبقريات بقى بتاعت النادي، والكابتن الخطيب كانوا الاثنين في الاهرام بيشتغلوا في المجال ده. فبدانا بايحاء طبعا منهم ان احنا نطور كراس الشروط. انت لما بتيجي بتاخد الرعايه بتاعتك بتاخدها على حاجه اسمها الباقه. انت بتدي الرعاه ايه؟ الراعي بيجي يشتري منك باقه. صح. كل الباقه دي ما دخلت لها حاجات جديده، كل ميديا جديده، وسائل تعبير جديده، وسائل تسويق جديده، المبالغ بتزيد. طبعا. فبقيت انت بخبرتك مع القائمين عن العمل تقدر تتوقع تقول انا هيجي لي كام. فلما كان النادي الاهلي مثلا 150، قلت لهم البيدنج جاي هيعدي الربع مليون، واللي بعديه النص مليون، وانا بقول لك اللي جاي من 800 مليار. هذا هو الاهلي، لان دائما الاهلي يبتكر. خلي بالك احنا دلوقتي 520 مليون في ثلاث سنين في الرعايه اللي خدتها برزنتيشن. بالظبط. اضفنا اليها ايه؟ اضفنا اليها حاجات مهمه جدا جدا جدا. اسوار النادي الاهلي. بالظبط. تمام. اسوار النادي الاهلي دي هتبقى في اربع مقار. هتعمل لنا
رقم مهول من البانوهات والاوت دورز والمكان اللي تحط فيه اعلاناتك، اتوقع انها مش هتضيف اقل من 15% زياده في كراسه الشروط اللي جايه. طبعا هي دي المره دي هتطرحها بره كراسه الشروط، المره الجايه غالبا هتبقى في. وطول ما هو الناس في الاهلي ودي ميزه عندنا، لان برضو المجموعه بتاعت مجلس الاداره هي مجموعه من الاقتصاديين، شباب صغير على ناس كبيره، وبيقودهم راجل دي كانت شغلته في الاهرام كابتن محمود الخطيب. الليله خلاص بقت ثقافه في النادي الاهلي. صح. طيب احنا لسه مكملين مع الباشمهندس عادل قاين، عايزين نفكر حضراتكم بهاشتاج الحلقه حكايتك مع تيشيرت الاهلي. زي ما حضراتكم متابعين بنعرض لحضراتكم صور الجمهور المشارك، دي صوره من بسام وكاتب افضل نادي في الكون مع هاشتاج حكايتك مع تيشيرت الاهلي، وصوره لي من ضمن الصور اللي موجوده في الملعب. طبعا محمد موسى يعني ربنا يبارك في المولود، واكتر حاجه عندي تيشيرتات النادي الاهلي، حاطط يا باشمهندس يعني كل حاجه خاصه بالتيشيرت، وكمان ملبس البيبي تيشيرت النادي الاهلي. محمد موسى في صوره ثانيه كاتب عمري عشان الاهلي يهون، وهاشتاج حكايتك مع تيشيرت الاهلي. ابعتوا لنا كل حاجه. ده حسن البرنس بيقول على حب الاهلي اتجمعنا مع اطفاله ولابسين زي النادي الاهلي. ده محمد ياسر كاتب اول ما بدات اتفرج على الاهلي كان هو ده تصميم التيشيرت، بحبه جدا ولسه محتفظ بيه، كان في فتره تاريخيه وباذن الله هنعود من جديد، وتحياتي لجماهير النادي الاهلي العظيمه. وصوره ليه وهو بيقبل او بيبوس تيشيرت النادي الاهلي وعلم النادي الاهلي، وصوره ليه مع لاعبه المفضل الكابتن محمد بركات. تشعر ان تيشيرت الاهلي عايش مع مشجعيه في البيوت فعلا، لدرجه انه ممكن يبقى اثر على اللايف ستايل بتاعهم، اسلوب حياه. صح. مش موضه كمان يا باشمهندس، اسلوب حياه. يعني ناس كتير جدا ما تيجي تتكلم تقول لك ما هو الاهلي ما يعملش كده، الاهلاويه ما يعملوش كده، عندهم نوع من الزهو. صح. بيحاولوا يكونوا مختلفين للافضل بالظبط عشان يظلوا. اما تيجي سيره الاهلي هو كمان يفخر بيه. هل يا باشمهندس الاهتمام بالديزاين الخاص بتيشيرت النادي الاهلي زاد في الفترات الاخيره او السنوات الاخيره عن ما سبق؟ مش في الاهلي بس، هو الـ بقى فاشن. يعني اللبس الرياضي بشكل عام، ده الجزمه يا راجل، الجزمه بقت دلوقتي فوسفوريك وبقت طبعا لدرجه كابتن طارق يحيى كان بيقول لك هي اللي بتجيب الاصابات للعيبه لانها متصممه بطريقه فانتزي اكتر منها حاجه عمليه يعني. ف لا الـ طبعا الموضه وانت الشباب بيخرج بيها دلوقتي، يعني انت بتروح تشتري تي شيرت صح ولا سويت شيرت ولا سويتر ولا بتختار حاجات تتفسح بيها مش تلبسها وانت رايح الملعب. لا بقت مأثرة على اللايف ستايل بتاعك، على تفكيرك وعلى حياتك. طيب لسه مكملين مع الباشمهندس عادل القيعي، لكن زي ما احنا معانا واحد من اساطير النادي الاهلي واللي كان شاهد على كتير جدا من العصور الذهبيه، هنروح ايضا لتقرير مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي لعب وكان ليه اكيد الشرف والفخر ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي، عشان يحكي لنا اكتر واكتر عن حكايه تيشيرت النادي الاهلي، الكابتن شريف عبد المنعم. في التقرير التالي نرجع نكمل مع حضراتكم. لما بتجي لك الفرصة وتلعب في النادي الأهلي وتبقى من الناس اللي هي محظوظة وتلبس تيشيرت النادي الأهلي، تيشيرت النادي الأهلي ده أول ما بتلبسه وتمشي في الممر وتطلع تقابل جماهير النادي الأهلي في الملعب بتبقى 150 حصان. تيشيرت النادي الأهلي ده مسؤولية كبيرة جدا، تيشيرت النادي الأهلي ده حاجة بتحس إنك أنت مثير ممتع، انت نفسك وانت في الملعب ولابس التيشيرت الدنيا كلها بتصورك، الدنيا كلها حواليك. فتيشيرت النادي الاهلي ده غالي جدا، واغلى ما فيه جماهيره العظيمه اللي كل لعبه بلعبها وانا لابس تيشيرت النادي الاهلي احس برد الفعل، الها
اجيب جول حلو اطير، ببقى خايف على التيشيرت وانا بلعب احسن يحصل له اي خطوش اي تراب اي حاجه. تيشيرت النادي الاهلي ده عظيم قوي، خلانا الحقيقه عند الناس كلنا. فتيشيرت النادي الاهلي ده كل من واحد يعني ربنا انعم عليه بهذه نعمه الاهلي والتيشيرت بتاع النادي الاهلي، اعتقد انها نعمه كبيره قوي احنا حسينا بيها وحسينا واحنا بنرتدي التيشيرت من اول ما عم حنبله كان بيديهولي او سالم او اي حد او رجب ويقول لي انزل هتنزل الملعب كله، احس ان فعلا انا طاير في السماء والدنيا كلها بتصورني. وده فتيشيرت النادي الاهلي ده مهما هتكلم عنه حكايه كبيره قوي. محمد عامر بعرض الملعب ومصطفى عبده اللي بيلعب النهارده. اول فرصه سنحت لي كانت حوالي سنه 76، نادوا عليا من الناشئين، كان الله يرحمه مستر كوتي وكابتن فؤاد شعبان وكابتن عزت طبروس ربنا يديله الصحه، وقال لي انت هتلعب بكره مع النادي الاهلي هاف تايم، تاني هاف تايم قدام فرقه افريقيه اسمها هورس الصومالي. لما رحت نزلت الملعب كان تيشيرت النادي الاهلي ايامها جميل قوي، كان ليه كول كده من هنا ودايره اورنج كده على الاحمر، وكمان كنا في الشتاء كمان طويله، ف وهما بيدوني التيشيرت وانا قاعد احتياطي اللي هلعب بيه بقى الماتش الجاي ما لبستوش، فضلت باصص له كده ومش عارف انا هعمل ايه بكره او هعمل ايه النهارده او هعمل ايه كمان 10 دقايق او كمان ساعه. فاول ما لبست تيشيرت النادي الاهلي كان شكل عليا كده يعني ايامها لا كان في بقى موبايلات ولا كان في تصوير ولا اي حاجه، انما كان وشي سعد عليا ومش هنساه دايما هو تيشيرت النادي الاهلي ابو كل مدور كده، كان كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب بقى ياما كابتن مصطفى عبده والكباتن كلها كابتن صفت، وكان ليا الحظ ان انا البس التيشيرت ده وخلاص بعد ما لبست التيشيرت ده عرفت قيمه التيشيرت ده. شماله واتلعبت باليمين وبيمسك عليه طبعا اصعب لحظه في حياتك لما بتلبس تيشيرت النادي الاهلي لاخر مره، لان انا دلوقتي ما بغيرهاش خالص ممكن انام بيها كمان. كان ماتش اعتزالي طبعا او اعتزال اي نجم بتبقى اللحظه الرسميه ليه ان هو بيودع تيشيرت النادي الاهلي. ان كان جماهير كلها بتبقى بتنده عليه انما فعلا اول ما بتخرج من اللعب الرسمي او الانتماء للنادي الاهلي وتاخد تيشيرت النادي الاهلي اللي انت لابسه بما فيه وتهديه للناس وتديه لهم زي ما تكون انت زي كابتن محمود الخطيب ما عمل مع وليد صلاح كده قلع التيشيرت بتاعه واداه له وكانت الثمره وليد صلاح الدين. فهي اجيال بتسلم اجيال بتسلم اجيال، انما زي ما قلت لكم نعمه على اي انسان ان هو في يوم من الايام لبس تيشيرت النادي الاهلي. اكيد كان تقرير مهم جدا مع احد النجوم الكبار في تاريخ النادي الاهلي هو كابتن شريف عبد المنعم، وكان ليه صولات وجولات بشكل كبير جدا في الملاعب المصريه بالتحديد مع النادي الاهلي وبتيشيرت النادي الاهلي. باشمهندس عندك تعليق على كابتن شريف عبد المنعم؟ لا ده في هو شريف عبد المنعم واحد من ابرز اللعيبه اللي في تاريخ مصر رغم قصر الفتره اللي لعبها، لان للاسف الشديد قعد سنتين ثلاثه وجات له اصابه اثرت على مستقبله تماما يعني في حادث سياره، لولا قوة شريف البدنية ممكن ما كانش يتحملها يعني. أنا شريف عبد المنعم كان في ناشئ النادي الأهلي، فأنا بتفرج على الناشئين فببقى عارف مين فأنا قاعد في جنينة النادي الأهلي مع الأستاذ أحمد علام كان رئيس القسم رحمة الله عليه. كان قاعد وهو كان زملكاوي في جنينة النادي الأهلي، فبنتكلم فبيتكلم يعني جت سيرة الناشئين قلت له لا السنة الجاية عندنا واحد بقى وده اللي هيكسر مصر كلها. قال لي قلت له اسمه شريف عبد المنعم وكذا وقعدت ايه اقول ميزات، قال لي اكتب لي عمود هو في اخر ساعه وانا وقتها بكتب في مجله الاهلي وما كنتش بكتب، فكتبت عمود عن شريف مره واحده بس كتبت في اخر ساعه عمود عن انتظروا هذا اللاعب شريف عبد المنعم. اقل من شهرين سبحان الله انا كنت مقدر انه السنه الجايه مثلا كنت حاطط مده اكبر اللي هو طبعا يعني ما يتشاف
اقل من شهرين كان موجود فيرست تيم، موجود فيرست تيم ولعب ولعب افريقيا وكان عنده شخصيه لا كان بادي زي الوحش. اكيد طبعا كابتن شريف عبد المنعم من النجوم الكبار في تاريخ النادي الاهلي، وزي ما شفنا حكايته مع الفانيلا الحمراء في التقرير اللي فات. لكن خلينا نروح لفاصل، بعد فاصل نرجع نواصل هذا الحوار الشيق جدا جدا مع المهندس عادل كاهن. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع الباشمهندس عدلي القيعي في حلقه مهمه جدا خاصه بتيشيرت النادي الاهلي، بتسمعوا فيها حكايات ويعني بنشوف بقى حب الجمهور والانتماء الخاص بالنادي الاهلي. لكن السؤال بقى اللي ممكن اسال باشمهندس عدلي عليه هو خاص بحقوق النادي الاهلي في عمليه البيع والتقليد، ازاي النادي الاهلي ممكن يواجه حاجه زي كده والنادي الاهلي يحافظ على حقوقه الملكيه والفكريه؟ كويس. انا لما جيت كنت مدير نادي الجزيرة، كلمني كابتن صالح وبعدين بعته جواب ان عايزينك يا عدلي تيجي نعمل ادارة للتسويق نحولها عشان عايزين نحول الاهلي شركة، وقال لي كده باللص. فاكر يا عدلي الكلام اللي كنا بنحلم بيه ان الاهلي يبقى شركة زي عايزين نعمل دي، فهنبتدي بادارة تيجي حضرتك تدرس الوضع وتشوف قانونيتها ايه وتشوف الحقوق ازاي والكلام ده. فانت جاي على حاجه مفيش مرجعيه، مالكش ريفرنس، يعني انت مش جاي تاخد موديل تطبقه وهيكله تطبقها وجوب ديسكريبشن، مفيش الكلام ده. لدرجه دي كانت احد الاعباء اللي كان بتضرب بيها، كله كان فاهم ان الكابتن جايبني يجاملني يعني. هو بيعمل ايه وجوب ديسكريبشن ايه؟ وعنده مجلس اداره مهم جدا بعد كده قال لي جوب ديسكريبشن بتاعك ايه؟ قلت له انت اللي تحطه مش انا. انت موظفني عشان تقول لي اعمل كذا، انت بتحط لي جوب ديسكريبشن. بس نظر لان مفيش ريفرنس، مفيش مرجعيه ترجع لها، انا هعمل لك الجوب ديسكريبشن بتاعه الاداره مش بتاعه عدل القيعي. مدير التسويق مفروض يعمل ايه؟ ورحت حاطط سؤال، ما انا ما عنديش. قلت ماذا نريد وماذا نملك لنحقق ما نريد وماذا ينقصنا لنحقق ما نريد. ده درس مهم جدا لكل اللي بيتفرج علينا اللي عايز يشتغل في التسويق. ما عنديش. مش ده مش انا يعني اكاديمي يعني. طبعا. وقعدت اجاوب على الاسئله دي. لقيت عندي مش عارف 12 ولا 14 حاجه، اتاري عندنا اصول في النادي الاهلي كتيره جدا. ممكن نقول دي المشكله الثانيه. طب اما جيت ادرس الله ده التسويق ده الشركه بتبقى من مساهمين، الفلوس من مساهمين. طب القانون بيقول الانديه، وده اتغير رغم ان النادي الاهلي لما انشئ انه فكره مساهم، تمام، شركه مساهمه، تمام، وكان السهم ب 5 جنيه، تمام، ولمينا 3500 جنيه واقترضنا 1500 جنيه من طلعت حرب من بنك مصر. دي مش اعلانات، ده تاريخ. طبعا. تمام تمام. الله، والعيطو عايز خدمة، والخدمة والربح قد يتعارضا في لحظة ما، وإن كانت الخدمة قد تتوظف إنها تؤدي إلى ربح، بس دي في مراحل تانية لما تقف على رجلك. يعني أنت مثلا بتعمل فرع جديد، لو سمعة الأهلي خدميا وأمنيا وانضباطيا مش قوية مش هتعرف تسوق الفروع الجديده. صح، مظبوط. اذا الخدمه صح. هنا بتخدم هنا. صح. بس وقتها ما كانش الكلام ده موجود. فانا اول حاجه لازم احل اشكاليه ان النادي الاهلي لا يمكن يبقى شركه. النادي الاهلي باعضائه بكيانه باصوله وحده واحده ما ينفعش. طب الحل ايه؟ قعدت افكر لقيت ان الحل الخدمه زي ما هي، وناخد الحقوق نخرجها نعمل بيها شركة أو نخش في شراكة تقيم كأصول ونخش بيها ونلم بيها ونعمل شركات. طب أعمل دي إزاي؟ إزاي أنا أفصل هذا الفصل بحيث إن دايما أعضاء مجلس الإدارة تنتخبهم الجمعية العمومية عشان يمثلوا الخدمات وهم يعملوا شركة ها تمثل حقوق النادي وهي دي اللي تطرح في البورصه بعد كده. مفيش شركات والهويه بتاعت الانديه انديه خاصه ذات نفع عام لا تهدف للربح.
دي اتغيرت مع الثورة. تمام. يعني قلت لك ان النادي الاهلي كان شركة، ايه اللي حوله مرة واحدة الا نادي عام، نادي خاص ذو نفع عام لا يهدف للربح؟ ده اذا كان انا اصلا لازم اهدف للربح لو انا عايز اعمل شركة، صح؟ فلا بد من تغيير بعض الامور. دكتور علي الدين هلال هذا الرجل يجب ان اعطيه حقه. اكيد طبعا. طبعا لانه جاي وكان صريح جدا. انا في دقيقتين اقدر اشرح؟ اتفضل. طبعا طبعا. الراجل ده جاي وما جاش قايل انا اعرف حاجه، هو وقتها راجل رايح يحلف على التربيه والتعليم ادوله شباب الرياضه. كان يقعد معانا يقول لي كده انا اعرف ان الكوره مدوره، انتوا تقولوا لي بقى الدنيا دي محتاجين ايه عشان ننجح كلنا. فمره في ماتش مهم حضره، فانا جيت جنبه قلت له يا ريس معالي الوزير عايز اقعد مع حضرتك شويه، احنا بنعمل في النادي الاهلي تجربه هتحقق لك كل اهداف انك انت كان الانديه كلها عايشه عال على الدوله كلها بتاخد اعانات. قلت له انا جاي لك بفكره هتخلي الانديه الشعبيه تخرج بره عباءه الدوله كرعايه يعني طبعا، مش كرقابه طبعا. فات على الكلام ده شهرين ثلاثه ودخلنا في الصيف وانا افتكرته نسي وانا متجنن عايز اعرف هعمل ايه في الاشكاليه دي، لحد ما لقيت تليفون وكنت في الساعه ساعتها بكره الساعه 12 عندك ميعاد مع معالي الوزير. نزلت مصر رحت السكرتاري قالت لي شوف هو عامل حسابه كان يقعد معاك، احنا عارفين ان احنا جبناك من الساحل بس مش هيقدر يقعد معاك اكتر من 10 دقايق عشان عنده برد شديد جدا. القعده خدت ساعه. انا كنت لسه اقول لحضرتك انا متاكد ان هو كان هو قعد معاك اكتر من 10 دقايق وكان مستمتع وقمنا بيها القرارات. الجميل ده الاهم، هو ده بقى قيمه الدكتور علي الدين هلال كراجل استمع استمع استمع. احنا عايزين نعمل فكره تسويقيه، احنا عندنا اشكاليه عايزين نعمل شركه ما نقدرش نعملها. شرحت له فين المعضله، لازم الخدمات تبقى مجلس الاداره عادي جدا ولكن لازم نعمل شركه تاخد الحقوق دي. طب وعايزين نعمل الشركه دي هنديها ايه وهي اللوائح القائمه تنفع ولا ما تنفعش؟ راح مشكل لجنه واحنا قاعدين برئاسه رحمه الله عليه طلعت جنيدي وانا عضو فيها، وانا قلت له تسمح لي اجيب المستشار القانوني بتاعنا اللي هو بيشاركنا هندسه العمليه دي من الناحيه القانونيه، الاستاذ حلمي عبد الرازق كان موجود معانا فيها بناء على يعني اقتراحي. واتعملت اللجنه، عملنا توصيه واكتشفنا من خلال الدراسه وجاب بقى المدير المالي ورئيس الشؤون الماليه ورئيس الشؤون القانونيه في الوزاره، فاتخرجنا بتصور او بتوصيه ان الانديه والمؤسسات الرياضيه من حقها تعمل شركات اموال. ايه شركات الاموال؟ شركات مساهمه تمثل فيها الانديه والشركات ب 24%. طب ليه 24%؟ قالوا لان دي تدي مرونه، تخرجك من رقابه الاجهزه الرقابيه، وان لازم لما تيجي تشتري حاجه تعمل ثلاث مناقصات، ولما تيجي وبمرور الوقت بتتحول الى ناحيه شكليه مش رقابيه، لان الرقيب الحقيقي هيبقى حامل السهم اللي بيقول لك انت خسرتني ولا كسبتني. وخدنا التوصيه وهو اعتمدها، عمل بقى الروعه بقى، راح عامل لجنه مشتركه بين اللجنه دي ومجلس الشعب، لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب. قابلنا ست وزراء، ست وزراء من الوزارات المعنيه، التربيه والتعليم، التعليم العالي، الماليه، الاعلام، طبعا الشباب والرياضه، التضامن الاجتماعي. ست شركات، ست وزارات فيها بقى الجمارك وفيها انك من حقك انك انت تعمل طنبوله ومن حقك تعمل مش عارف ايه، في حاجات ما اتنفذتش وفي حاجات اتنفذت. انا كل اللي يعنيني ان كنت اخرج بقرار ان اقدر اعمل شركه واقدر استثمر في الميديا. لان انا كان رانن في دماغي ان مجله الاهلي في وقت من الاوقات هي كانت مورد مالي. صح صح. احنا كسبنا 100 توزيع بس في سنه من سنين 3 مليون جنيه. وكان وقتها النادي الاهلي في عثره ماليه المجله هي اللي صرفت عليه. صح. اما بالك بقى لما يبقى عندنا قناه طبعا ومحطه اذاعه، دي تعمل ايه؟ طبعا هتبقى عامل كبير جدا. فكنت هتجنن ان اجيب موافقات قانونيه ان من حقي اعمل دي.
ودي كانت اخر حاجه وحضرها الدكتور علي الدين هلال في مجلس الشعب، حتى انفعل عليها ساعتها لان انا دخلت بجدل مش عايزين يكتبوا ان ايه كل حاجه وافقوا عليها، ودخلنا في لوائح وقوانين وازاي نشجع الاستثمار تعديلات هائله، وجينا في حته من حق الانديه المستثمر في الميديا من خلال عمل محطات اذاعه وصحف ومجلات وقنوات، وكان في تخوف انها هل هتمشي في سياق يخدم اهداف الرياضه ولا هتخش في مواطرات. فقلت لهم لا، انت حضرتك وانا بقدم لك المشروع بتاعي وبحط اهدافي، كبلني باهدافي ولو خرجت عنها صفيني، لكن ما تمنعنيش ان انا في الاخر عاد انت بتفكر في النادي. قلت له مؤكد انا بالاول جيت لحضرتك عشان بفكر في النادي الاهلي، لان قال لي ما حدش هيعملها غير النادي الاهلي. قلت له ده سبب ادعى لاني احرم النادي الاهلي ليه؟ من ان هو المغامر المبادر صاحب الرياضه، وتوافق عليه. رحنا مقدمين على شركه الاهلي للانتاج الاعلامي وشركه اخرى سميناها ادم، ها تمتلك قناه وتخش مع. المهم ما عرفناش عشان التشفير، فدمجنا الاثنين في شركه الانتاج الاعلامي، امتلكت القناه يملكها النادي الاهلي 99% من النادي الاهلي، 1% صندوق العاملين بالنادي الاهلي، ماء بالماء النادي الاهلي. ومجلس الشعب اعتمد جميع التعديلات وموجوده، ولذلك انا ساعات بندهش، هو انتوا ليه مش بتطلعوا الكلام ده وانتوا بتعملوا قانون الاستثمار في الرياضه؟ ما تطلعوا تشوفوا ايه اللي عندنا يا جماعه. صح، ده مجلس الشعب وافق عليه التعديلات دي، ورحمه الله عليه حسام عوض بعد ما عمل دي بعديها بشهر عمل حادثه بالعربيه وتوفاه الله. كان هذا الرجل لو موجود كان حيساهم في حاجات كثيره جدا. انا بحكي لك القصه دي ليه؟ عشان النادي الاهلي بيفكر دايما في بكره، يسبق بخطوه. صح. فاللي يجي يكلمني بقى يا ابو النبي اللي كان بيتشعبط في ايدي وبس، كل الناس بقى كانت تصدر الاهلي وزيه. وانا زيه. طب يا جماعه مره نجرب نسوق لوحدنا، لحد ما خدمونا خدمه العمر. صح. ان حبوا يعني طب روح يا اهلي سوق لوحدك وانا لوحدينا. كانت خدمه العمر، كل واحد عرف قيمته التسويقيه في السوق. اللي يجي يا ابني يقول لي ده جاملك ولا ده بيدي هنا كذا بيدي هنا كذا، قول له طور نفسك بدل ما تقعد تشتكي. صح. يعني اكيد كلام مهم جدا، لكن في سياق كلامك يا باشمهندس اتكلمت ان النادي الاهلي فكر ان يكون عنده قناه علشان من خلالها يقدر ان هو يعمل امور تسويقيه وتبقى يعني مورد بالنسبه له. امتى على فكره النظام الاساسي في الوزاره اتغير وفي قرار ان لابد الانديه والمؤسسات تحط ادارات التسويق في ضمن النظام الاساسي. فاصبح دلوقتي كل الانديه والمؤسسات والهيئات بتفكر هذا الفكر. والحقيقه الفضل لفكره عند قيادات الاهلي صدقوها وقدرنا ننفذها. طيب تعالوا يا باشمهندس، التليفون مهم جدا لواحد من اللعيبه اللي طبعا لبسوا تيشيرت النادي الاهلي وكان كابتن النادي الاهلي وعصر تاريخ النادي الاهلي من مرحله الناشئين وحتى الفريق الاول، وهو واحد من حراس النادي الاهلي اللي طبعا اللي كان ليهم دور كبير جدا من بطولات النادي، الكابتن امير عبد الحميد. كابتن امير برحب بحضرتك. حبيبي عمر ازيك، مساء الخير عليكم طبعا وعلى امير وطبعا على باشمهندس حبيب قلبي، وحشت جدا يا باشمهندس. انت اللي وحشنا يا امير. ربنا يخليك يا باشمهندس. انا عارف طبعا ان حضرتك واحد من انضف الشخصيات وارقاها الواحد تعمل معاه في الوسط الرياضي. كابتن ايوه يا باشمهندس، انا عارف طبعا حضرتك يعني ليك دور مهم جدا في النادي الاهلي، وغيابك الفتره الاخيره خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول اكيد اثر بالسلب في بالنسبه للصفقات اللي موجوده في النادي، وحضرتك يعني خبره كبيره جدا جدا، يمكن حضرتك يعني زي ما بيقولوا كده مربيني على ايدك انا من وانا عندي ده سنه. دي انت صح فيها الاولانيه يعني. طيب كابتن كان حضرتك طبعا ليك دور كبير جدا معانا، كنت متابعنا جدا جدا واحنا صغيرين ناشئين، وكنت بتتنبأ لي ان انا ابقى جول النادي الاهلي في منتخب مصر، والحمد لله يعني ده حصل، واكيد خبراتك موجوده جدا في النادي الاهلي وبصمتك واضحه وكل الناس بتتكلم عليها، وزي ما قلت قبل كده غياب حضرتك في السنتين ثلاثه دول اثر بالسلب على النادي في الصفقات اللي موجوده. اه طبعا الناس اللي كانت موجوده قبل كده جابوا صفقات بس مش بنفس الكميه اللي موجوده دلوقتي، بنفس النجوم اللي موجوده اللي احنا كنا محتاجينها. والصفقات اول حاجه عشان الناس تفهم برضه يا باشمهندس،
ان حضرتك لما جيت تجيب صفقات جبت ناس اولا بتحب النادي الاهلي، هو ده اهم حاجه، ده اهم حاجه فعلا. كل واحد فيهم جاي رمى بياضه على حبه للنادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي. لما واحد يحسين الشحات يتنازل عن ملايين عشان يلبس تيشيرت كلهم، والله يا من هو صغير يلعب كاس عالم الانديه وعنده احتراف وعنده تفاصيل، والولد لسه على مبدأه ان هو من هو صغير اهلاوي، فدي حاجه طبعا باشمهندس اكيد مسك بايده واشتغل، لان عارف ان الماتيريال بتاعت اللعيب ده حسين الشحات باسمه ونجوميته الاخيره وحبه للنادي الاهلي اكيد هيبقى ليه دور. رمضان صبحي ان هو ابن النادي الاهلي اللي هو بيحب النادي الاهلي، عارف يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي، ان هو يسيب انجلترا ويسيب كل حاجه عشان خاطر النادي الاهلي، فدي حاجه ده اللي احنا عايزينه، ان انا النهارده اجيب نجوم تحب النادي الاهلي تموت نفسها عشان خاطر النادي الاهلي، وبقيه اللعيبه اللي موجوده. وطبيعي خلي بالك في الاول وفي الاخر كل لعيبه مصر سنه تلعب في النادي الاهلي، ده وضع طبيعي، لكن النهارده لما اجي اختار واحد زي باشمهندس عدلي عنده خبرات كبيره جدا، وكان طبعا فضل ما نقدرش نغفل دور فضل اللي كان موجود قبل كده طبعا، وحسام غالي والناس كانت موجوده برضو بطبعه باشمهندس، فطبيعي ان انت النهارده لما تجيب صفقات دي زي دول لعيبه خلي بالك انت عندك برضه كابتن الخطيب رئيس النادي عنده رؤيه فنيه، عندك مجلس اداره محترم اكيد كل الناس ما بتاخدش قرارات عشوائيه. النهارده لما يجي باشمهندس موجود، فاما يجي قرار ان احنا في رؤيه فنيه بالنسبه للاعب ده، باشمهندس بيروح بنفسه يخلص بنتابع الحاجات دي، مهمه جدا ومش اي حد يعمل ده. فانا بصراحه يعني دخلت المداخله دي عشان طبعا اشكر باشمهندس على المجهود الكبير اللي هو عمله. لا يعني احنا عايزين نستفيد بخبرتك. لسه كنت لسه اقول يا باشمهندس في 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 شعورك وانت اول مره لبس الفانيلا بالظبط. احنا كنا عايزين نسالك في كده يا كابتن امير، بصراحه برحب بيك طبعا في البدايه، وانت بحكم اهلاويتك الكبيره كنت بتقول كلام مهم طبعا في اللحظات اللي فاتت دي، لكن برضو اللي عايز اسالك فيه في سياق الحلقه النهارده وهو ذكرياتك مع الفانيلا الحمراء. انت طبعا كلاعب ليك ذكريات كبيره وعظيمه في حصد بطولات عديده للنادي الاهلي، لكن سواء كنت مشجع في البدايه وبعدين كنت احد ناشئي النادي الاهلي، ايه ذكرياتك بشكل عام مع الفانيلا الحمراء؟ بص يا امير، انا يمكن انا اول حاجه انا من اسره اهلاويه جدا. تمام. ثاني حاجه انا زي ما تقول اتولدت كده، رحت داخل على النادي الاهلي. اخويا الكبير مجدي طبعا كان له دور كبير جدا في ان انا ادخل النادي الاهلي، هو كان جول في النادي الاهلي وهو في الناشئين، فهو كان ظروفه طبعا كان حته الدراسه، كان والدي كان متمسك بالدراسه الله يرحمه، فهو شاف فيا ان انا عندي موهبه، فقال لك ان امير هيعوض المصير بتاعي او الطريق بتاعي، هو كان شايف فيا موهبه. وانا صغير جدا انا دخلت النادي الاهلي وانا عندي 10 سنين او 9 سنين، فعارف يعني ايه النادي الاهلي. وخلي بالك يا امير، انا النهارده الحمد لله انا ماسك مدير فرع اكاديميه النادي الاهلي، انا مش بشتغل في النادي الاهلي، انا بخدم النادي الاهلي. يعني انا داخل بخدم النادي الاهلي بكل كياني، ولا باصص للفلوس ولا باصص لاي حاجه، انا بالنسبه لي النادي الاهلي ده واسرتي وعيلتي قيمه كبيره جدا. انا اول ما اتولدت يا دوب كام سنه ورحت داخل، يمكن حظ الولاد دلوقتي ان هم عندهم اكاديميات، ممكن الولد يدخل وعنده 4 سنين 5 سنين يدخل الاكاديميات، لكن احنا الظروف بتاعتها كانت صعبه جدا ان فيك تدخل النادي الاهلي، فعشان تدخل النادي الاهلي لازم تموت نفسك وتكون حابب النادي. فوانا صغير جدا انا ما شفتش، يعني انا بصراحه لعبت في انديه كثيره جدا ولعبت في منتخب مصر من خلال الانديه دي ومن خلال النادي الاهلي، لكن طبعا النادي الاهلي مختلف تماما، قيمه كبيره جدا. الاختلاف في ايه يعني يا كابتن امير بقى؟ يعني قول لنا، انت اكيد كان عندك تجارب عديده، طبعا كنت متواجد في النادي الاهلي لفترات كبيره جدا، وكان عندك تجارب في بعض الانديه في الدوري المصري، الفرق ايه ما بين انك تكون لعيب في النادي الاهلي ولعيب خارج النادي الاهلي بعد ما ذقت طعم الفانيلا الحمراء؟ بص انا زي ما قلت لك، انا النادي الاهلي ده بيتي، عارف انت بتدخل بيتك وتتعود على بيتك وعارف كل حاجه في بيتك ومرتاح في بيتك. تمام. دي برده مش سهله، وده هتعمله لما تكون انت ابن النادي، وانا من وانا صغير في النادي. فطبيعي ان انا لما لعبت سنين طويله في النادي الاهلي عرفت قيمه النادي وعرفت كل حاجه في النادي الاهلي، وعرفت يعني ايه، خلي بالك اللوجو بتاع النادي الاهلي، البادج بتاع النادي الاهلي ده قيمته كبيره جدا طبعا، واحنا ودلوقتي احنا بنعرفه الولد الصغير في الاكاديميه او في القطاع اللي هو صغير يعني ايه النادي الاهلي، يعني انت لازم تبقى انت فعل مش رد فعل. يكون عندك ماتش لازم تكون انت اللي بتبدا المكسب، بتبدا البطوله، ومن وانا صغير الحمد لله واخد على البطولات، يعني انا الحمد لله واخد بطولات كتير جدا في النادي الاهلي، اولا بداتها ده انت واخد اهم وسام في بطوله العالم للانديه بالظبط، المركز الثالث البرونزيه.
يعني شوف حضرتك يا باشمهندس، حضرتك كنت معانا طبعا وفاكر الاحداث دي. انا خدت الحمد لله مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا وكاس العالم للانديه، كانت العالم انا كنت بلعب وبشارك، كنت واحد مستمتع. ان كمان غير ان انا مستمتع باخد البطوله، انا برفع اسم النادي الاهلي انا وزمايلي الموجودين والاداره وكل المسؤولين، نرفع اسم النادي الاهلي عالميا. كاس العالم للانديه كل العالم بيتفرج عليك. يعني انا النهارده فالديز لما يعرفني من خلال كاس العالم للانديه، لان احنا لعبنا برشلونه بعديها في مصر، هو اللي نداني عرفني مين من كاس العالم للانديه. تمام. البوفون لما اتكلم عليا ليه؟ من خلال كاس العالم للانديه. ابو تريكه لما كان محطوط في قاعه الفي اي بي مع ميسي ورونالدينو والناس دي كلها، من خلال النادي الاهلي ان هو رفع اسم النادي الاهلي عادي. صح صح. حته ان انت موجود في النادي الاهلي دي قيمه كبيره جدا. طبعا مع احترامي كامل للانديه اللي لعبت فيها، انديه محترمه وكل حاجه وليا طبعا ذكريات جميله، ولكن انا في الاخر زي ما قلت رجعت لبيتي هو النادي الاهلي. في فرق كبير جدا جدا بين النادي الاهلي وبين اي نادي ثاني مع احترامي كامل للانديه، وده اللي هيحس بيه واحد اتولد جوه النادي زيي لحد ما طلعت الفريق الاول. ومعنى ان انت من وانت صغير تتدرب في الناشئين لحد في الاول دي صعبه جدا مش سهله. فهرجع لحته ان باشمهندس ان هو لما يجي يجيب، اولا باشمهندس بقى له يعني سنين طويله وخبرات كبيره جوه النادي، فعارف لما يجيب صفقه. هو خلي بالك هو ممكن يكون اتعرض عليه كذا لاعب، بس لما باشمهندس ومجلس اداره يجي يختار واحد زعيمه هم عارفين مين اللي هيدخل النادي، عارفين مين اللي هيفيد النادي، عارفين مين اللي بيحب النادي. انت كده يعني انت كده يعني بتحرجني، لان انا عارف انك بتعزني وبتتكلم عليها كلام ارجو ان اكون استحقه باذن الله. اكيد تستحقه. لكن طبعا يعني ده كلام طبعا يا باشمهندس، ده كلام كتير. انا بس راي كل الناس. تمام. احنا كابتن امير طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا من احد ابناء النادي الاهلي، طبعا كابتن امير عبد الحميد لاعب وحارس النادي الاهلي السابق، وطبعا اكيد لعيب كان مهم جدا في صفوف النادي الاهلي فترات طويله وقدر ان هو يحصد العديد والعديد من الالقاب. باشمهندس يعني واحنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي ومن خلال التعاقدات، اكيد حضرتك جبت طبعا لاعبين كتير للنادي الاهلي من خلال او بحكم موقعك يعني داخل النادي. مين اللاعب اللي انت جبته كنت متوقع بشكل كبير جدا نجاحه وان هو يتحمل مسؤوليه الفانيلا الحمراء؟ ده كتير ده انا قليل. انا اللعيبه اللي كنت وانا بفاوضهم بقول يا بعملها لان انا اتكلفت بيها. مش شامم ريحه الاهلي فيه، انما معظمهم الحقيقه يعني أبرزهم. بس هقول لك حاجه. تمام. فيليكس. هو فيليكس ده مصري؟ لا ده نزل بعد ربع ساعة الجمهور ده كله حس ان الاهلي مختلف وان جمهوره مختلف لازم يكسب الجمهور. راح رقص لهم وعمل لهم مش عارف ايه، كان واد ذكي زي القرد فظيع. ذكي جدا. فخلى الناس اتعلقت بيه وهو فضل يحب الاهلي. وشوف لما بيجي دلوقتي يعمل ايه. جيلبرتو وفلاف. جيلبرتو ما كانش في التخطيط، اللي كان في التخطيط إيفيلينو. صح. بس انا قريت في الورد ساكر لقيت ان ده واخد احسن لاعب في بطوله افريقيا للشباب اللي كانت في اثيوبيا. الله ازاي ما نجيبش الراجل. فاتكلمت مع مستر جوسيه قال لي ما تبقاش على حساب إيفيلينو لان محتاج إيفيلينو. قلت له اجيب لك الاثنين، قال لي لو تقدر تجيب الاثنين. فشوف سبحان الله مين اللي كمل معاك 9 سنين. جيلبرتو. فلافيو. وفلافيو كمان. فلافيو نازلين هم الثلاثة، إيفيلينو وجيلبرتو وفلافيو مع ماريو المسوق بتاع الشركة من الطيارة وأنا رايح أجيبهم، وده فاتح لي صدره وسلسلة ذهب بعد كده مشيته مختلفة عنهم. فبسأل ماريو مين ده؟ قال لي لا مالكش دعوة بيه، كان واد شاطر قوي آخر في التسويق. فقال لي مالكش دعوة بيه، ده انا واخده عشان هطلع بيه على اوروبا. قلت له استنى عندك بس. لا مش ما قلتلوش استنى، لان انا فهمته لانه هو بعد ما قال كده وعايز يلفت مؤتمر صحفي لقيته طابع له يجي 50 صوره بيوزعها في المؤتمر. اذا هو جاي يسوقه في مصر. مش جاي يسوقه بس. احنا خدنا الاثنين دول بعد 3-4 سنين بقى عمالين نجرب في بينتو وماكي وكاستيلو مش لاقيين ضلتنا. فمستر مانويل كان في ميزه يسمع. في واحد غيره يعني ما اديكش ودنه قوي. انا عايز اقول لك حاجه، في يا مستر مانويل في لعيب فلان الفلاني ده كان جاي معاهم وكل الاعلام المصري كان بيزكيه، فما جاش ما عندوش مشكله لم الاعلام والجمهور هيحبه وجيلبرتو موجود. سال عليه تاني يوم قال لي سافر
خلصوا قلت له دين احمد عبده اللي انا دول بتكلمه برتغالي وانا هعمل ايه هناك؟ قال لي ده انا سافر العب مع نيم واحنا في المطار، هم طلعوا على نيجيريا وانا واحمد عبده طلعنا على انجولا. انجولا وصلنا 6 بالليل، 6 بالليل تاني يوم كنا في الطياره ومعانا اوراق ومخلصين كل حاجه. هدي مثلا عمليه تسويقيه، هو خد 70,000 دولار في السنه في 4 سنين 280، والنادي بتاخد 200,000 دولار. كانت صفقة وبيعناه بثلاثة مليون إلا ربع يورو بعد ما لعب لنا 5 سنين شبعنا بطولات. أنا عايز أقول لك إيه اللي نجحه؟ إحساسه بالفانيلا. أنت هتيجي تقول الفانيلا تقيلة، طبعا تقيلة، لكن على جيلبرتو على فلافيو كانت خفيفة، على فيليكس كانت خفيفة، على أزارو النهاردة، على أجايي، على معلول، لا كويسة خفيفة فاهمينها. فبإذن الله جيرالدو. فأنا بقول لك أنا هدي لك حاجة صغيرة، كيف كان يعزز النجوم القدامى والنادي الأهلي قيمة الفانيلا الحمراء. كان في حاجة اسمها الفريق الأبيض والفريق الأحمر. الفريق الأبيض ده بتاع الاحتياطي والناشئين، يعني عاملين فريق يلعب لازم قبل الماتشات الكبيره، يعني اهلي ترسانه يبقى في اهلي ترسانه بالسكند تيم. بالظبط سكند تيم. فكانوا بيلعبوا، فكان النادي الاهلي ما يديش الفانيلا الحمراء غير للاعيب اللي يتصعد وخلاص هيلعب معاهم في الدرجه الاولى. فكان بيحكي لي بقى كابتن محب يوسف، في وجود الكابتن صالح محب يوسف ده كان لعيب عظيم، جاله اصابه برضه صليبي وبتاع كده بطلته بدري، بس كان شياكه كده وعايق قوي. فقال لي يا عدلي انا افتكر يوم ما خدت الفانيلا الحمراء عشان العب فيرست تيم زي العيد، كويتها هي والشورت والشراب وحطيتهم جنب المخده جنبي. اول حاجه صحيت بصيت عليهم مش مصدق ان انا سلموا لي الفانيلا الحمراء. هكذا كانت تعزز قيمه الفانيلا الحمراء. باشمهندس انا عايز اسال حضرتك وعايز اروح مع حضرتك للجزء الخاص بالنادي الاهلي. يعني انا عارف ان انا هتكلم شويه على اوروبا وهتكلم شويه على عمليه تسويق التيشيرت الخاص باوروبا، انا عارف ان الامر مختلف كل الاختلاف. على فكره انت سالتني السؤال هجاوبك عليه بالمناسبه دي، ما جاوبناهوش. بنحمي حقوق الاهلي ازاي؟ طيب ممكن نربطه بالسؤال اللي انا هقوله لحضرتك. طيب النادي الاهلي دايما او احنا بنشوف مثلا رونالدو بينتقل من ريال مدريد ليوفنتوس، بنلاقي يوفنتوس بيقول ان تكلفه بيع تيشرت رونالدو ده ب 70%. تمام حلو قوي. هل ده ممكن يحصل او بيحصل حاليا مع النادي الاهلي؟ وممكن زي ما حضرتك قلت ان مجله النادي الاهلي كانت في وقت من الاوقات هي اللي صرفت على النادي بسبب العائد بتاعها، هل ممكن ده يحصل في المستقبل القريب؟ التطوير ممكن شيء من التطوير بيتمثل في التطوير ده يا باشمهندس. اقول لك ازاي؟ عايزين نربطه بالسؤال بتاع الملكيه. ما هقول لك هو ايه الصعوبه فين وازاي نحلها؟ او ازاي انا اتعاملت معاها يعني؟ هي ما اتحلتش بنسبه 100%، انما ازاي احلها؟ انك انت دلوقتي بتبيع حق اللبس بتاعك للستورز. اهلي ستور. تمام. دايما تخلي في العقد اللاعب الجديد ده عقد منفصل. بمعنى اروح بايع حق بيع الفانيلا بتاعه اللاعب الجديد للستورز واطلب منه تارجت. واخد نسبه. انا خلاص البيدنج حصل. انت سيادتك خدته كسبته. بقى انت اللي بتبيع لبس الاهلي. طب انا جبت لك لعيب جديد ودافع لك ملايين. هتاخد انت التيشيرت وسلام عليكم كده وتبيعه ومش هتبيعه بخطه. لكن لما اقول لك انا بدي لك الفانيلا دي عايزك تبيع لي منها 100,000 فانيلا خلال سنه، انت هتحط خطه تسويقيه صح؟ ها هتبص تلاقي نفسك جايب جزء كبير من اللاعب، وفي الحلقه دي اللاعب الدولي غير اللاعب المحلي. في الحاله دي لابد ان احنا نتطور علشان نفكر زي، لان دي اللي نقصانا. اللي نقصانا ليه بقى؟ انت كنت بتبيع الفانيلا وما زال تبص تلاقي مصانع بير السلم بتنافسك. كنت لسه بقول لحضرتك تقلدها بالظبط. بتقلدها بالشكل لكن فيري باد كواليتي. طبعا خلي بالك الفانيلا تاريخيا اتطورت. اتطورت ازاي؟ في الماتيريال. يعني زمان كانت قطن
بعد بقى الفابريكس والحاجات الجديده والقماشات الجديده اكتشفوا ان القطن بيمص العرق، الفانيلا لو انت بتجري بيها تبقى تقيله قوي عليك، تقيله حرفيا مش تقيله بقى معنويا. فلما جربوا الاقمشه الجديده لقوا ان فيها يعني انواع تناسب انها ما تمتصش قوي كده الدراي فيت. كلنا مره واحده عصرنا ان في بعض البراندات او بعض الماركات بتنزل حاجه اسمها دراي فيت. دراي فيت اللي هي تمتص العرق وفي نفس الوقت ما يعني بيتبخر بسرعه، بيتبخر على طول بتسيبه براها صح، مش جد. مش تختزنه صح. ف اتطورت الفانيلا لكن ما زال مصانع بير السلم، وعلى فكره تجار معروفين مين اللي بيعملوا الاعلام مين، واحنا مش عايزين نقطع عيشهم لكن نقدر نوصل معاهم لاتفاق. وانا حاولت في البدايه حاولت اجيب ناس منهم وتم ساعدوني في تسويق منتجي، بدل انتم تزوروه انا اعمل لكم منتج شعبي منه وتاخدوه مني تشتروه مني انا، انتم ما تنتجوهوش ونتفق على سعره. ايه كان ردهم بقى يا باشمهندس؟ يعني ما نفذناش، ممكن يبقى التقصير ما اعرفش فين يعني ما تنفذتش. وهم استسهلوا انه بس انا تعقبت ناس منهم طبعا، انا تعقبت محلات ده في ناس صدر ضدها احكام. انا رحت عملت ايه بقى؟ وثقت الشعار ملكيه فكريه وتجاريه. التجاريه وفهمناها ان ما تستخدمش لوني وشعاري الا لما تتفق معايا. طب الفكريه انا اعتبرت ان مصنف الاهلي بتاع المباراه زي الاغنيه ده بتاعي طول عمره. تغني غريب الدار السروجي له حقوق فيها عيله السروجي كويس، هو غنى اغنيه واحده لكن مصر كلها تعرف عبد المطلب مش عارف ايه. انت لازم تفعل هذا الامر. انا تعقبت محلات سوت معايا وسوت اوضاعها وجت خدت الاستور من نادي الاهلي، في محلات تانية دفعت لي غرامات وفي ناس اتسجنت بالمعنى الحرفي والله صدر لها احكام بسيطه يعني في سنه تمام. بس زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس ان حتى منتج امبرو او شركه امبرو الحاليه اللي هي اتعاقدت مع النادي الاهلي بتبيع كاتيجوريز من التيشيرت، بتبيع الفئه الاولى الفئه الثانيه الفئه الثالثه. من فهمها كمان ان الفئه الثالثه اللي هي المفروض تبقى ارخص حاجه اذا هتعتبر الاولى ارخص ايا كان الارخص حاجه لازم تبقى برضو تتناسب مع القدره المصريه طبعا، والا هتجبرني ان انا اشتغل غلط صح صح صح. وبدل ما تمشي شمال يا ابني وتعقبك وابوض عليك وخلي البوليس يطردك ومش عارف ايه، ما انت ممكن بعد شويه انك انت توقف حد في الميادين تمسك الناس دي، لكن احنا مش عايزين كده، احنا عايزينهم يعيشوا وياكلوا عيش صح ما يسرقوش حق الاهلي صح. طيب خلينا نروح نشوف تقرير مع احمد مصطفى وهو مشجع اهلاوي هيتكلم طبعا عن حكايته مع فانيله النادي الاهلي، واعتقد ان هنلاقي معاه يعني تصميمات وتيشيرتات كتير للنادي الاهلي على مدار التاريخ. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه. سنوات تمر سنوات تتكرر بالحد الان اعتقد اكثر في روح الفانيله الحمراء في بركات القميص الاحمر يا الاهلي في اسطوره اسمه النادي الاهلي. الاهلي يرسم بسمه ويرسم دمعه دمعه فرح في عيون المصريين. انا سعيد جدا ان انا موجود في بيتي في البيت الكبير النادي الاهلي، وطبعا ده عمر كبير جدا من وانا عندي 10 سنين سنه 86 و87 كنت بدات اجمع كل الحاجات ديت، وطبعا كان زمان كانت الحاجه ما كانتش متوفره، التيشيرتات ما كانتش بالوفره زي دلوقتي وما كانتش سهل ان انت تجيب تيشيرت، كان في صعوبه جدا ان انت تحصل على تيشيرت للنادي الاهلي، بس الحمد لله كنت دايما بعافر واجيب فانيلات واكتب عليها ارقام واكتب اسامي النجوم كابتن محمود الخطيب كابتن طاهر ابو زيد. وطبعا بعد كده بقى بدات تنزل بقى الفانيلات وبدانا ان احنا نجمعها ونروح بيها للتدريب والماتشات ونخلي اللعيبه توقع لنا عليها، فذكريات جميله يعني. خليني شريف النادي الاهلي احسن فريق. انا عندي الهوايه دي اصلا في كل حاجه في حياتي عامه، انا احب ان انا كل حاجه احتفظ بذكرى منها، زي زمان مثلا كانت الالبومات الشرايط الكاسيت الحاجات دي لازم احتفظ بذكرى ليها، فما بالك بقى النادي الاهلي، فلازم لما بتبقى عندي حاجه زي كده بتبقى هي ذكرى، يعني لما مجرد ان انا اطلع التيشيرت ابص فيه ديت بتحكي لي حاجات وبتحكي لي ذكريات عشتها في الاستاد في التدريب في مقابله نجم كبير،
فدي بتحكي ذكرى، فهي بالنسبه لي هي عمري، هي اجمل ايام حياتي يعني، لازم ابقى محتفظ بيها، فلازم ابقى محافظ عليها دايما، بتتغسل في دولاب محتفظ بيها، ما بتطلعش خالص يعني. في مجموعه طبعا كبيره قبل التيشيرتات ديت، دي زي ما حضرتك قلت كده، هو دي اللي فضلت معايا، لان برضو بيبقى في مع الوقت ومع المرور في حاجات بتضيع، في حاجات بتتهدى، في كده حاجات زي كده، لان طبعا ده تيشيرت النادي الاهلي مش اي حاجه. فدول المجموعه اللي فضلت معايا دلوقتي، فهنستعرضهم مع بعضينا كده. هو في دوت، ده تيشيرت بتاع موسم 94 95، ودوت كانت البدايه مع كابتن ألان هاريس، كان هو المدرب. والتيشيرت دوت طبعا شاهد طفرة النادي الأهلي وعودة النادي الأهلي للبطولات بعد فترة، وطبعا كانت الفترة دي كانت ماتش الأهلي والزمالك سنة 93 والفوز 3-0 سنة 94. وفي عندنا تيشيرت تاني بعد كده، دوت تيشيرت بتاع موسم 97 98، وكانت شركة روش الألمانية مع راينر هولمان، وكان طبعا احتكار بطولة الدوري. في بعد كده التيشيرت ده مهم جدا، ده تيشيرت 2002 و2001 والفوز ببطولة افريقيا ابطال الدوري، دوري ابطال افريقيا، وبعد فترة طويلة ما كناش خدنا البطولة من سنة 87. وبعد كده ده 2010، ده كان اديداس، برضو كانت فترة جميلة جدا في تاريخ النادي الأهلي. والتيشيرت دوت ده 2012، طبعا ده ذكرى كانت يعني مش ظريفة شوية، كانت تلعب بيه ماتش بورسعيد وشهدائنا رحمة الله عليهم. و2015 التيشيرت برضو اديداس، وبطولة افريقيا اللي خدناها من رادس من الترجي، وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان، والهدف الثاني، الهدف الثاني وليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطا كارثي في دفاعات النادي الاهلي اللي نقول يضمن البطولة. التيشيرت دوت ده 2015 سبورتا، واللي فضلنا معاها لحد الموسم اللي فات، والتيشيرت الجديد ان شاء الله في الطريق باذن الله. الاهلي يرسم بسمه ويرسم دمعه، دمعه فرح في عيون المصريين. سنوات تمر، سنوات تتكرر، بالحق الان اعتقد اكثر في روح الفانيلا الحمراء، في بركات القميص الاحمر يا الاهلي، في اسطوره اسمه النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين في حلقه خاصه جدا 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 مع الباشمهندس عادل القيعي، وبنتكلم على حكايه تيشيرت النادي الاهلي. ما ننساش الهاشتاج اللي حضراتكم هتشاركونا بيها كل ذكرياتكم وكل الصور الخاصه بيكم مع تيشيرت النادي الاهلي، سواء كان على تويتر او على فيسبوك. طبعا الباشمهندس كان معانا في التقرير واحد من مشجعي النادي الاهلي اللي كانوا حريصين جدا جدا انه يحتفظ بكل التيشيرتات الخاصه بالنادي الاهلي، وانا اعتقد ان دي يعني بتدل فعلا على الحب ومدى العلاقه الطيبه ما بين مشجع النادي الاهلي وراجل منظم منظم. طبعا كل حاجه محطوطه في مكانها. طبعا يعني انا مش منظم قوي في الحته دي يعني عندي حاجات كتير لو احتفظت بيها النهارده كانت بقت ليها قيمه عاليه جدا، لكن انا مش منظم قوي في الحكايه دي. ربما لان مشغول في حاجات كتير يعني. لكن انا اللي عايز اقوله لك، احنا كنا بنتكلم في الفاصل ليه ما يبقاش للنادي الاهلي ديزاين خاص بيه. بالظبط.
طب ده ممكن يحصل يا باشمهندس؟ لازم يحصل، لازم يحصل. ايه الخطوات؟ بس مين اللي نجحه؟ جمهور الاهلي. هنا ما اقول جمهوره بقى حماه، ما نقعدش نغني. صح. لو امره النهارده بعتت له باعت من 300 لنص مليون يونيفورم، هتيجي تقول انا عايز يونيفورم خاص بيا، براند ليا، اسمي الاهلي، يبقى انا لابس من شركه امره بس سويتر الاهلي. لو احنا حققنا كجمهور هذا الرقم من المبيعات، اولا هتعزز الصوره الذهنيه بتاعه القيمه التسويقيه بتاعتك، وهتشجع الشركات تعمل لك بقى اللي انت عايزه. صح. انت مختلف. لا اخوانا، ده احنا نزلنا زي كده المان يونايتد لما بيروح الفار ايست يكسر الدنيا طبعا، وهو ما بيكسبش نمبر 1 في الفار ايست لانه راح بدري غزا. احنا كان عندنا الفرصه دي في اليابان. احنا الاهلي معروف في اليابان، لازم يبقى لي سوقي في اليابان، اتواصل واطورها واعمل ديزاينات تناسب السوق الياباني وحجمهم، هم حجمهم مش كبير، وكمان تناسب القدره الماليه بتاعتهم. اروح للناس في حتتها. عندك الجاليه المصريه في الوطن العربي دي، ده سوق رهيب ومتعطش، هترميله هيتشرب. صح. بس واحده واحده هتيجي الامور. البركه فيكم، وانتوا يعني لسه حماسكم، ممكن ياخد اي حد فيكم فكره من دي ويعيش بيها. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي عايزين نتكلم فيها يا باشمهندس، وكانت مناسبه مهمه جدا، واحتفاليه النادي الاهلي بالمئويه، ازاي تم التفكير في المنافسه دي في استغلال تيشيرت النادي الاهلي ووضع 100 سنه اهلي على التيشيرت؟ في التوقيت ده احنا كنا لعبنا برشلونه على ما اتذكر. أيوة. طبعا الظروف كمان خدمت. انت كنت في ازهى لحظاتك فعلا، انت الذكرى المئويه جات لك سبعة. وانت خلاص بتروح كاس العالم للانديه وبتلعب وبرشلونه بتتكلم عليك. صح. ها وانت تالت الانديه، وانا حضرت المؤتمر الصحفي. انا خسرت من انترناشونال، لو كسبت هلعب الفاينل. صح. فانا كنت الميديا اوفيسر، فانا معدي جنب رايح على المؤتمر الصحفي معايا مستر مانويل، لقيت زعيق وصوت عالي جدا جدا في اوضه انترناشونال. المدرب بيستفوا، بيقول لهم احنا كنا محظوظين. احنا مش مفروض نتاهل للنهائي، احنا اللي كان المفروض يتاهل النادي الاهلي. انتوا وبيزعلهم. انا سالت بقى المترجمين ليه كده، في مشكله رغم انهم كسبانين وبعدين يلعب برشلونه وياخد البطوله. خد البطوله فعلا، لان برشلونه كان رايح رونالدو في أسوأ حالات، رونالدينو في أسوأ حالات. أنا حضرت بقى المؤتمر الصحفي بتاع ريكارد طبعا المدير الفني قبل ماتش انترناشونال، اتكلم عن النادي الأهلي. قال لهم كان المفروض إن احنا نلاقي النادي الأهلي لاعب فريق منظم. You have to suffer to be such organized team. عليك أن تعاني من أجل الفوز على هذا الفريق المنظم. تمام. فده كان الإيمج، ده كان شكلك. فأنت متسوق في اليابان. أنا كنت أروح أي محل في اليابان بعد شوية ما يلاقوا اللكنة واللغة، أهلي. أبو تريكة. عارفين أبو تريكة؟ طبعا. لوك يروح مشاور على جزء من الفاترين حاطط صورته، حاطط صورة فرقة الأهلي. وده ذكاء. اتعملت جمعيه لصداقه الجمهور الياباني مع النادي الاهلي. جمعيه صداقه. كل ما تروح تلاقيهم قاعدين بيشجعوك انت، مستنيينك. يجب ان يستثمر كل هذا. طيب تعالى يا امير كده، واحنا بنتكلم احنا طبعا معانا الباشمهندس، تعالى ناخد جزء من الجمهور ونشوف رد فعل الباشمهندس وعلى كمان تتفاعل معانا. و يعني ولاء علي بتقول يكفي انه لون دمي لما بشوفه وبلمسه بحس بفخر اني اهلاوي. ده ولا عبد الله البنا بيقول الاهلي ده الحب الكبير، حكايه عشق، حكايه قوه، حكايه مبادئ، الاهلي روح. طبعا يعني تامر هاشم مصور ابنه بتيشيرت النادي الاهلي، بيقول محمد ابني اهلاوي
ونفسي ان انا اشوفه على قناه النادي الاهلي. ده طبعا يعني تويته مهمه جدا، خلوها معانا يا جماعه عشان خاطر اقراها لحضراتكم. يعني كتب فيها بعض الكلام المهم جدا كنت عايز اقراه لكن الوقت اخذنا. محمد بيقول اول تيشرت جبته للاهلي كان لعماد متعب، وده تقريبا كان في 2009، كنت فعلا مبسوط جدا لدرجه اني كنت عامله تيشرت خروج. بعدين كنت بجيب تيشرتات ابو تريكه مع يعني الكلمه مش واضحه اكتر من مره ورا بعض مع شقنا اكبر من او اكتر من مره ورا بعض، واخر تيشرت جبته للاهلي كان لحسام غالي، ده احمد القمي. اول تيشرت للاهلي كان جالي هديه وانا عندي 7 سنين في 2007، وفرحت بيه قوي لدرجه اني قعدت لابسه اسبوع انام واقوم بيه. طيب انا مره رحت الكويت فواحد صاحبي عايش هناك، ومره رحت قطر برضو كان كنا بنلعب ماتش اظن بايرن ميونخ حاجه مش فاكر، بايرن ميونخ بتاع بركات. فكلمني واحد هناك صاحبي بيشتغل بقاله سنين طلب مني ايه؟ تيشيرت الاهلي. انا عندي 3 اولاد عايز تيشيرت الاهلي. ما انا كنت اسال حضرتك بقى عايز يعني ارجع مع حضرتك، ما كانش في بقى الستورز راحت لسه. انا عايز اعرف بقى حضرتك مين اللي كان بيطلب منك، ولو حضرتك تفتكر المواقف اللي كنت بتهدي بيها حد بتيشيرت النادي الاهلي ايه بقى؟ كل معظم الناس اللي بتقابلني متصوره ان انا عندي كلنا والله باشمهندس كلنا مش حضرتك فعايزين، لكن بالذات اللي كنت بحس بنقطه ضعف الناس المغتربه. يعني في المانيا في ليا صديق اسمه الحاج سعيد، ولاده اهلاويه جامدين جدا وهو اهلاوي جامد جدا برضه، يحب ان يعني بيبقى سعيد قوي لو حد راح له بتيشيرت النادي الاهلي. في الكويت وقلت لك في دول اخرى تيشيرت النادي الاهلي بيمثل للمغترب، انت بتدي له حاجه فيها حميميه عاليه جدا طبعاً. جدا جدا. فارجو ان احنا نهتم بتسويق، والحقيقه في تقصير من اصحاب اللي هم بياخدوا الستورز او حق التسويق. هنعمل فيها دلوقتي يا باشمهندس. انا اتفقت في السعوديه وانا كنت في موقعي، واتفقت في الكويت، واتفقت في اكتر من بلد، وفي الامارات وفي اكتر من بلد عربي، ورحت للناس قلت لهم انا عملت لكم، في ناس عايزه تاخد منكم كميات وتاخد حق التسويق الخارجي عنده. حاجه غريب ما اهتموش، انا مندهش. ما هو اللي مش واخدها ان دي حياته هتبقى عباره عن الحته دي، مش هيعمل منها فلوس تخليه يقعد يتفرغ لها. صح. لكن اللي عايز يكسب منها فلوس رهيبه يتفرغ لها ويفكر ويعمل علاقات، ده يعمل ايفنتات، ده يعمل ايفنتات هناك بره، ويعمل مسابقات جوائزها التيشيرت ويروج. يعني الواحد لو صغير وما بيشتغلش في النادي الاهلي كان عمل الكلام ده كله. تعملوا الكلام ده؟ احنا جاهزين. بس حضرتك بس ايد حضرتك معانا. طب بالنسبه للسوز الاهلي، السوز اللي في فرع النادي الاهلي حاليا دلوقتي فرع النادي الاهلي عشان الناس تسال، الجمهور بيسال بصراحه، هل هيتم بيع النادي الاهلي تاني داخل اسوار النادي الاهلي، ولا هي فقط موجوده في الاماكن المحدد ليها البيع من خلال انتر سبورت؟ احنا كان عندنا طبعا ما يتعملش في كل، لازم يتعمل. انا بتكلم فتح لو اتلغى، انا ما اعرفش ايه اللي في دماغي، اصل انا ما بحبش اخش طبعًا. في شغل الناس طبعا، لكن هي بالمنطق. انت دلوقتي قوام اعضاء النادي الاهلي معديين ال 350 الف فرد. الله، دي طاقه جباره وطاقه ماليه. والطفل هو اللي بيخلي القرش يطلع. صح. عايز تطلع قرش من اي حد خلي ابنه يشبط، ابنه زن او يشبط. ما هو انت ابنك اما يقول لك اديني التيشيرت هتخش تجيبها له، هتفكر بكام ولا هتفكر خلاص يا حبيبي، لا يا بابا انا عايز التيشيرت يا بابا خلاص يا حبيبي فتكسبناش في عيد ميلادي. حاضر. صح. لما لا طب انجح عشان اجيب لك تيشيرت الاهلي. حاضر، خدها حوافز. صح. لا اكيد يعني تيشيرت النادي الاهلي شيء مهم جدا بالنسبه لكل اعضائه وجمهوره، واعتقد عدد الاعضاء كمان يا باشمهندس هيزيد بفرع التجمع الخامس اللي عليه كمان اقبال كبير جدا. هتوصل نص مليون قريب يعني ان شاء الله باذن الله. يعني باذن الله. طيب من ضمن برضو الكلام اللي عايزين نتكلم فيه وهو بخصوص تيشيرت النادي الاهلي، الفتره اللي فاتت سمعنا ان التيشيرتات اللي هي الاواي كيت هتتغير لونها، مش هيبقى ازرق. هل ده وراه مغزى معين من قبل المسؤولين في لازم يبقى وراه لازم يبقى وراه قصه؟ ما انت عشان تبيع حاجه لازم تبيعها بالقصه بتاعتها. انا ما اعرفش
انا مش عضو في اللجنه. اللون الاقرب للون الاحمر من وجهه نظرك اللي هو ممكن يعلم مع جمهور النادي الاهلي بخلاف الذهبي. الذهبي صح، الاهلي الذهبي. لبسناها مره مع جوزيه. لا كان في تدريبات بس لبسنا ذهبي. كان انا اروح للذهبي. الفريق الذهبي كنا مع مستر مانويل جوزيه كان في التدريبات. انا عايز اقول بس فكره كمان. بما اننا قاعدين يعني نتكلم على التسويق والفانيلا الشركات الراعيه لازم يبقى لها حصص صح. تعمل عليها شغل عالي جدا. انا متخيل ويدي لو احتضنت فكره ان تدي الخط او تدي الخدمه وتعمل مسابقات ان الخدمه ممكن يبقى معاها كوفيه مثلا معاها تيشر وي تخيل حجم الاقبال هيعمل ايه. وتبقى مموله من البادجت بتاعه الببليستي الدعايه والاعلان بتاعتهم. نفس القصه في كل الرعاه التانيين. لازم الرعاه يبقوا معنيين ان يبقوا يمد ايدهم في التسويق معاك. صح. طيب يعني مفيش برضه شانس احسن من عمال غرف الملابس اللي موجودين في النادي الاهلي منذ مر التاريخ علشان يتكلموا معانا عن تيشيرت النادي الاهلي. فنروح نشوف تقرير معاهم ونرجع نكمل الحلقه الخاصه جدا واللي الواحد بصراحه مش عايزها تخلص، الخاصه بتيشيرت النادي الاهلي. كل اي شركه بيجيب لنا التيشيرتات بتاعتها طبعا احنا بنقول كل شركه وليها الخامه بتاعتها اللي هي بتجيبها. وطبعا التيشيرتات نادي الاهلي ديت اما بعد ما بنخلص بعد كل مباراه بتخش عندنا في الغسالات بنغسلها، وبعد الغساله بتتكوي وتتطبق وتحط في كل لعيب الفلتين بتوعه او الشورت او الشراب في كيسه للمباراه اللي بعدها ثم في افريقيا او الدور العام. انا اول تيشيرت مسكته سنه 74 فعلا. طبعا اللي بيلبس يعني اي لاعب مش انا ما بنقولش اي بيتمنى اللي هو يلبس تيشيرت نادي الاهلي. ما لبسش تيشيرت نادي الاهلي يبقى كانه ما لبسش تيشيرت في حياته. كل شركه بتختلف على اللبس بتاعها يعني كل في شركه مثلا لبس بمقاسات، كل واحد لبس بيساعد بيجي كبير وساعات بيجي صغير على حسب اللبس على حسب الخامه اللي بتستحق. لعيبه الكوره بيتكلم في حاجه واحده بس، عايز التيشيرت يكون مظبوط عليه. سيبك بقى من الخامه وسيبك من التعليق، كل التيشيرت مظبوط عليه وضيق وماسك عليه كويس وهو ده لعيب الكوره اللي عايز كده. طبعا النادي الاهلي بيكسب من غير اي حاجه، من غير لبس ومن غير اي حاجه. النادي الاهلي اسمه كبير واي فرقه بتخاف من النادي الاهلي، سيبك من اللبس وسيبك من بتاعه، اسم النادي الاهلي بس ده خط. احنا بقى لنا سنين دلوقتي مع الحمد لله مع الفرقه، مثلا بقى لنا بتاع حوالي 40 سنه مع الفرقه. جت اشكال وديزاين جديد مع للنادي الاهلي في السنين اللي فاتت دي كلها، شركات مختلفه وتيشيرتات الديزاين بتاعها بيبقى مختلف يعني. لا اكيد في طبعا لازم يكون في مثلا حد بيتكلم على ديزاين شكل معين، والمقاسات مثلا بتبقى فيها حاجات معينه، بتبقى فيها مثلا لو قصيره شويه طويله بتاع الكلام ده كله كده. اللعيبه عندنا بيحبوا التيشيرت بيبقى مجسم شويه عليهم يعني. طبعا ده كان تقرير مهم جدا مع عمال غرف الملابس بفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، وأكيد كان ليهم كلام وحكايات كبيرة جدا. هم بصراحة عصروا مناسبات يعني النبي دي مش عمال حجرة الملابس لما يتحولوا هم نفسهم إلى حاجة تحكي عن التاريخ أيكون. لا طبع. مش دي قيمة الأهلي صح. صح. شفت حد غيرهم؟ لا طبعا. على الميديا؟ لا طبعا. شفت الناس عارفة أسامي حد غيرهم؟ لأنهم في الأهلي. ودول بقى اللي يهتم يجمع بعض كواليس السنين عن اللعيبه وتصرفاتها وطبايعها ومواقفها يقدر يطلع بكتاب حلو قوي يشتغل. ده عم حارس الشغل ما شاء الله اشهر ناس موجوده، يمكن اشهر من لعيبه ده مش حارس لوحده دلوقتي طبعا. كلهم بيطلعوا طبعا طبعا كلهم يعني ليهم كل التقدير والاحترام. ليه باشمهندس تيشيرت النادي الاهلي هو الاغلى والاقيم في الساحه المصريه والساحه الافريقيه بشكل عام، هل ده بيبقى مترتب فقط على الجمهور ولا في عوامل اخرى؟ انا بص انا بس عايز اتاكد من المعلومه لان ثمن التيشيرت لا علاقه بالشركه. تمام. يعني هي اللي بتحطه. انا مش عارف هو الاغلى ولا لا، لكن هو الاغلى معنويا دي مش عايزه مناقشه، لان زي ما بقول لك كده العرض والطلب. الطلب على فانيله الاهلي ومنتجاته صح هتبقى الاعلى، لان عند اولا انت 100 مليون
وزي ما كل التقارير اشارت 60% من 100 مليون بيحبوا الكوره. تمام. و 75% من اللي بيحبوا الكوره اهلاويه. فانت بتتكلم في حوالي 35 مليون على الاقل. في ناس بتقول ال 50 كمان. تمام. بيشجعوا الاهلي داخل مصر. خارج مصر هتجد زيهم، لان انت بقالك شعبيه عند الاخوه العرب والاجانب زي ما قلت لك في اليابان. صح. اللي بيعزز شعبيه الاهلي مش بس نتائجه يا عمر. صح. تصرفاته. وضعه. صح. قيمته. تمام. شياكته. في الخلاف. يعني انت وجارك حلوين قوي، بس ما تقدرش تقول جاري ده كويس الا اذا اختلفت معاه. هيبهدلك، هيشوشر عليك. صح. هيضرب عيالك. هيشتم مراتك، هيدلو عليك الميه، ولا هيبقى في حاله وانت في حالك لحد ما تتصالح وما يجرحكش بكلمه. الاولاني ده نوع مش بتاعنا. صح. التاني بيفضل في القلب لان بتستنى تلكيكه تصالحه. قيمة الاهلي انه حاجه تقول اعملوا زي الاهلي، عيشوا زي الاهلاويه، ده اللي بيحصل، خليكوا زي الاهلي، ده اللي بيحصل. لن تشتمين ولا انتوا لعانين ولا انتوا اونطجيه ولا انتوا والاهلي، واخد بالك؟ دي بتعزز شعبيتك، لان في ناس كتير بتحب القيم، بتحب بتحب تعلم عيالها تقول لهم لا خليكم مع ده، مش عايز تسمع لفظ نابي. اتكلمنا على اللعيبه، واتكلمنا على اللعيبه الاجانب اللي حضرتك تعاقدت معاهم وكانوا مبهورين بتيشيرت النادي الاهلي، وكان التيشيرت خفيف عليهم، وفي نفس الوقت هم ادوا مستويات رائعه جدا وقعدوا جوه النادي الاهلي سنين طويله جدا جدا جدا، زي جيلبرتو وزي فلافيو وزي وزي. لكن ما اتكلمناش عن مدربين. مدربين اكيد حضرتك كانت تربطك علاقه جيده جدا بمعظم المدربين الاجانب اللي جم ضربوا النادي الاهلي. في منهم كان منبهر وكان مبسوط جدا جدا ان هو هيدرب نادي الاهلي، وفي نفس الوقت عايز اعرف من حضرتك مين من المدربين اللي كان دايما طول ما هو بيسافر بيطلب ان هو يتوفر له عدد من التيشيرتات عشان يهديها لعائلته واصدقائه فيها الخير. دي اكتر مني مدير الكوره، لان مش انا اللي بديله التيشيرتات، لكن اللي اعرفه بالظبط كده. انا عايز الحاجة تعرفه. لا، اللي اعرفه ان مستر بايتسا، لانه كان شريك في احدى كبريات الملابس الرياضيه على مستوى العالم، كان تملي وهو مسافر شنطته فيها ملابس رياضيه بتاعت الاهلي، وهو راجع جايب هدايا للملابس الرياضيه من الشركه اللي هو عضو مجلس اداره فيها وشريك فيها للعيبه الاهلي. كان برنس فايتسا، ده كان برنس. لكن اكتر واحد عاش قصة الحب والمتبادل طبعا مالو جوسيه، طبعا هيدوكوتي. بس هيدوكوتي بقى كان ابن الفكر الاشتراكي، كان على قده. يعني هو كان عنده 2-3 تيشيرت من يوم ما جه لحد ما سافر هم معاه بيلبسوا، واخد بالك؟ محدود الامكانيات كان، لكن حب الاهلي وادى الاهلي سنين من اروع ما يمكن واثرى الكره المصريه بالخطط والضغط والتكتيك والزون ديفنس هو. صح. هو شفنا كمان مارتينيول ملبس حفيده تيشيرت النادي الاهلي. انا ده اللي عايز اقول لك بقى، ما من مدرب دخل النادي الاهلي الا وخرج وقد ترك جزء من قلبه في مصر. صح. من اللي شافه؟ من احترام الناس ليه. الله يا سيدي، كولوبالي اللي بقى له 6 اشهر في النادي الاهلي. صح. كولوبالي. صح، سليف كولوبالي. كلمه كده عن النادي الاهلي شوف هيقول لك ايه. طبعا جيلبرتو وفلافيو وفيليكس دول 3 نماذج من اغرب ما يمكن في حبهم للنادي الاهلي. اللي بيتعامل مع الاهلي لانه بيحظى بالاحترام وبياخد حقه قوي قوي داخل وخارج النادي الاهلي. يعني في الشارع المصري بيعرف قيمه الاهلي. وداخل أروقة الأهلي وهو التعامل مع مسؤولي الأهلي بيعرف إنه بيتعامل مع ناس محترفة محترمة. صح. سر العلاقة ما بين النادي الأهلي وجمهوره يا باشمهندس، هل بتتمثل بس في التيشيرت وارتباط عشاق ومحب النادي الأهلي بالتيشيرت، ولا في أشياء كتير أخرى ممكن نتكلم عنها؟ هي التيشيرت ما قلت لك أصبحت رمز لحاجات كتير. رمز للزهو، رمز الفخر، رمز الأنا الأهلي. تمام.
انا اللي المبدا عندي اهم من النتيجه. انا اللي استرخص النتيجه اللي تيجي بشكل مش صح. انا اللي ممكن مفيش لعيب مهما كان يكبر على الاهلي، مش لعيب، مفيش شخص مهما كان يكبر على النادي الاهلي. كلنا الاهلي فوقنا. وهذا شعار اطلقناه سنه 92، كان نازلين، كان انا كنت مع كابتن صالح في المجلس الانتقالي، سحب الثقه من مجلس كابتن عبد الصالح الوحش نتيجه استقالات كثيره جدا ودربكه والفرقه، وجينا قعدنا اقل من سنه وانا كنت مع كابتن صالح في المجلس ده وكنت المتحدث الرسمي. دخل كان شرطه ان ولا واحد من المجلس اللي استقالوا القديم يخش الانتخابات دي عشان ما يبقى لهمش مصلحه صح في اقاله المجلس السابق، مش يقلبوا الدنيا وييجوا يعني. فبدانا نبحث عن وجوه جديده، في الوجوه الجديده اللي جت من جام فيهم مين فيهم؟ انا واللي هو مبروك متولي بس من القدام اللي كانوا قبل كده اعضاء مجلس اداره قبل كده في فترات سابقه، واللي الناس يعني عارفانا من خلال الانتخابات والكلام ده السابقه، لكن ما كناش اعضاء في المجلس اللي استقال. فقال هنبني على اللي هو مبروك وعدلي ونجيب ناس. فجبنا ناس مين بقى وجوه جديده؟ جبنا ابراهيم المعلم مع احتفاظي بقى بالاستاذ بدراوي، سفير نور، الله يرحمه مجدي عبد المنعم، اللي هو فاروق رجب، تشكيله كده طبعا تحول بعضهم الى نجوم طبعا طبعا. محمد عبده اللي كان سكرتير مساعد اللجنه الاولمبيه ورئيس اتحاد الجمباز، وتم تعيين مستشار محمود فهمي و السفير مساعد وزير الخارجيه سميح انور. فالمجلس مجلس كان تقيل طبعا عالي جدا طبعا. مش فاكر مين تاني يا رب هفتكر واحنا قاعدين. لكن لما جت بقى الانتخابات اللي وراها اصبح في اربع خمس نجوم اتولدوا في المجلس ده، وعندك سبعه ثمانيه استقالوا في المجلس السابق هم اصلا نجوم، زائد اعضاء من النادي الاهلي تقال قوي عايزين يخشوا الانتخابات. كنا 17 واحد مع الكابتن صالح. فالكابتن صالح قال هنعمل ايه يا جماعه؟ هناكل بعض؟ هنسقط بعض؟ طبعا عمرها ما كانت السياسه. يعني كنا يعني بنجتمع عندي في الشقه في معظم الاحيان، واحيانا عند الشمس عين. فطلعنا بفكره ان كلنا 17 واحد يكتبوا استقالاتهم او تنازلهم عن الترشيح ونديهم للكابتن صالح، والكابتن صالح يتوجه الى لجنه الحكماء والمجموعه اللي حوالي 30 واحد اللي بناخد رايها، يختاروا 10 ها يقطعوهم ويقدموا التنازلات الباقي. وافقنا كلنا ما عدا واحد. كابتن صالح زعل وقال خلاص ما دام واحد اعتذر ها هو اللي اعتذر قال انا معاكم بس هنزل لوحدي مش هتنازل عن اني اترشح. فقلت له لا يا كابتن احنا هننزل وكننا 10 ورفعنا شعار الاهلي فوق الجميع وطبعناه ان ما فيش واحد فينا يتكلم على نفسه لازم يتكلم على 16 التانيين. وحدث لدرجه ان انا مره كنت في شركه بترول مسرح موجود بتاعهم وبتاع وبقدم الناس وبقدم كل واحد وبتاع، انا كنت يعني زي ايه الاعلامي بتاع الشله. والله العظيم ثلاثه الله يرحمه الحاج هاشم مناع تعرفه طبعا، وانا خارج انت ما ترشحتش ليه يا عدلي؟ انت ما ترشحتش؟ قلت له ما نترشح. قال لي الله ده انت ما جبتش سيره نفسك. قلت له انا هتكلم على نفسي برضه يا حاج. اللي بيتكلم ما بيتكلمش على نفسه، بيتكلم على المجموعه. فتصور وصلت الى درجه ان الناس احيانا ما تعرفش ان انت مترشح من كتر ما انت ايمانك بقضيه معينه. الاهلي فوق الجميع، جميع 17 دول، بعدين جميع ابناء، وبعدين جميع اعضاء كده. صح صح. ده كان رد الكابتن باشمهندس عادل القيع على علاقه وسؤال امير علاقه اصل دي ليها علاقه بالفانيلا طبعا. طبعا لان اشتغلناها بروح الفانيلا الحمر اللي الكابتن الخطيب خدها
بألمعية وعملها شعار حملته صح. عائلة الأهلي وفانيلا الحمراء. طيب هنروح للتقرير مع جمهور النادي الأهلي ومدى العلاقة مع تيشرت النادي الأهلي. بنرجع التقرير كان مع جمهور أو عن جمهور النادي الأهلي ويعني سر ارتباطه وحبه للفانيلا الحمراء. وأعتقد حلقة يعني اتكلمنا فيها في العديد من الامور الخاصه بتيشيرت النادي الاهلي واكيد كلكم مستمتعين زي ما انا وعمر اكيد مستمتعين طبعًا. بتواجد الباشمهندس عادل القيعي معانا. شرف لينا. باشمهندس عايز اسالك سؤال شخصي شويه. انت اشتريت تيشيرت النادي الاهلي اكيد وانت صغير ولا خدتها لما كانتش بتتباع؟ فكره ان تيشيرت الاهلي كانت بتطرح في الاسواق ما كانتش موجوده. ما هو انا صغير. طب ازاي كنت بتحصل؟ انا كنت صغير زمان يا طب ازاي كنت بتحصل على تيشيرت النادي الاهلي؟ ما حصلتش عليه عمري غير لما بقيت عضو في النادي. وانا بقول لك انا ما بشيلش الاشياء. طب انا هقول لك حاجه يمكن تزعل مني فيها. انا رحت بطياره خاصه رجعت بفريق ريال مدريد معايا ديل بوسكي ومعايا زيدان وروبرتو كارلوس و الله 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 ومضولي كلهم على تيشيرت وانا كنت المرافق الخاص بتاع دي ستيفانو. تمام كمان ما عنديش من الليله دي كلها غير قلم الدهوني دي ستيفانو وقلم فضه عليه البادج بتاع ريال مدريد. بس كده بس. لكن الباقي اديته لاولادي ولادي اتضحك عليهم وخدوه منهم في المدرسه وكده يعني ولا في الجامعه يعني. ما احنا انا دلوقتي لما بفتكر بقول لك تخيل ان انت اول ظهور لزيدان مع ريال مدريد بعد ما انتقل من يوفنتوس يلعب مع ريال مدريد ودي او رسمي كان ماتش الاهلي وريال مدريد وكان رقم 5 وكان الناس مستغربه ازاي لاعب مهاجم يلبس رقم 5. لكن خلينا امير واحنا بنتكلم يعني رساله جت لنا من استراليا مهمه جدا يا باشمهندس ان الاستاذ ايهاب ساويرس بيقول انا بعت اشتريت تيشرت الاهلي ليا والابن من مصر. النادي الاهلي هو عشق وحياه معاك يا اهلي في اي مكان على الحلوه وعلى المره معاك واجيال بتسلم اجيال وسلامي للبشمهندس عدلي والكابتن محمود الخطيب. ده كان ده الاستاذ ايهاب فؤاد وحاطط صوره امير ليه ولابنه ومتصورين بتيشيرت النادي الاهلي وعاملين رقم 1 زي ما حضرتك قلت حاجه في كل العالم المختلف عنده قصه التيشيرت دي يعني اكبر احسن هديه تديها لواحد خد له حاجه من ريحه الاهلي. باشمهندس اكيد يعني انا كنت لازم وانا مسافر في بعثات الاهلي وبتاع لازم الميداليات والكابات والحاجات دي لازم تبقى هدايا لازم. طيب اكيد طبعا التيشيرت يعني ليها ذكريات وليها وقائع وليها اكيد يعني مع كلنا يعني كلنا مش بس مع جمهور النادي الاهلي معانا طبعا ومع حضرتك برضه. لو هخرج كده بره سياق الاسئله بره سياق ال 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 الحوار يعني الحوار اللي احنا ماشيين عليه اكيد حضرتك ليك ذكريات مع تيشيرت النادي الاهلي حضرتك لا يمكن تنساها واكيد فاكرها كويس جدا زي ما حضرتك بسم الله ما شاء الله ذاكره حضرتك قويه جدا في الاسماء تحت مجلس الاداره والارقام بتاعه الرعايه. فعايز اعرف ايه هي الذكريات اللي باشمهندس عادل القيعي لا يمكن ان هو ينساها وخاصه وليها علاقه بالنادي الاهلي والتيشيرت والجمهور. انا علاقتي بالتيشيرت هتبقى العلاقه الجانب الاقتصادي دايما. طب ايه كانت اصعب بالنسبه لك اصعب مثلا مزايده على تيشيرت النادي الاهلي اول واحده دي كانت اول واحده اول واحده انك ترفعها من 300 ل 2 مليون و100 دي الصوره اللي كنا بنتكلم حضرتك عليها من استراليا لا يستحقها يعني بجد يعني حاجه جميله جدا وحاجه روعه وحاجه في منتهى الجمال وزي حضرتك قلت المحترف دايما هو اللي بيحس لا ربنا يكرمه فيه ويجي لنا لعيب كره محترف باذن الله من استراليا. اتفضل كاميرا الفرنس من 300 ألف ل 2 مليون لان ما عندكش انا اول تجربه ليا يعني انا عملت حيله بس وكانت تتظاهر انها حيله مش قانونيه قوي لان الكابتن حسن بعد ما زعق لي قال لي يا استاذ عدلي انت خرجت بره البيدنج وغرمتنا مبلغ في الاهرام اكبر بس برافو عليك انك عملت كده. شوف بقى طبعا حته انه مسؤول في الاهرام قال لي انت بعد البيدنج ما يوصل كان مثلا وصل لمليون ونص ولا حاجه. فانا رحت فاتح قلبت المزاد لممارسه يعني انت المفروض تحاضره وتخلص على كده. انا قلبتها ممارسه واحنا قاعدين ما كانش المفروض الظاهر انها دي تحصل. بس ايه الكابتن حسن لما سالوه كان الاهرام سعره اكتر والشركه اللي انا جايبها بتاع المياه الغازيه دي كانت داخله باسمها فحسن قال لهم اقبلوا الممارسه
كان يقدر يقول لهم لا ويتمسك. طب صح مظبوط. قال لهم لا اقبلوا الممارسه، اذا كان الاهلي عايز يقلبها ممارسه امضوا على انكم موافقين انتوا الاثنين، بس ما تروحش من الاهرام. فغيرهم غيرهم كتير فيها نقله كبيره كانت صعبه، وما كنتش لسه حرفيه و و و ولوائح الممارسات والمزايدات ابتديت اذاكرها بقى عشان ايه من الاول احط انها من حق النادي ان هو يحول المزايده الى ممارسه، فتبقى انت داخل وانت عارف ان في اي وقت ممكن اقلبها الى ممارسه. صح صح. طيب هاشتاج الحلقه طبعا زي ما حضراتكم متابعينا وبتشوفونا، هاشتاج تيشرت النادي الاهلي بتمثل لك ايه؟ بقول لك ايه، بص 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 احد يعني ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه امير قبل ما نروح للتويتر، كان الاستاذ تامر هاشم كان بيقول انا نفسي ان يشوف صوره ابنه على قناه النادي الاهلي، وان محمد ابنه اهلاوي جدا جدا. احنا عرضنا لحضرتك صوره محمد لكن هي جايه لنا بالمنظر ده على تويتر. عبد الله البنا زي ما احنا قلنا وتابعنا قبل كده قال الاهلي ده الحب الكبير، حكايه عشق، حكايه قوه، وحكايه مبادئ، الاهلي روح. وده من عبد الله. كريم عبد الهادي على فكره زينه بنتي. ها طيب. اه والله زينه بنتي قالت التيشيرت ده جايبه لها طبعا. دي زينه بنت امين. زينه عندها كريم عبد الهادي ده قريبي يعني ومنزل الصوره. طب دي يا جماعه دي زينه امير هشام. بص شوف بقى انكار الذات. كل يهمات تتصور برقم واحد ومش متصوره بوشها، مش كده؟ متصوره بظهرها ورقم واحد وزينه. اهم حاجه اسمها بالنسبه لها تيشيرت. تيشيرت اهم حاجه. انت واخد بالك من المعنى الصغير يعني المعنى البسيط بس عميق. طب نكملين. يوسف جمال تيشيرت بلون دمك بتموت علشانها. شانس المعاني دي قويه جدا، يعني جمهور واعي وجمهور النادي الاهلي حاجه تحس ان هو في حته ثانيه لوحده، لحته ثانيه وعارف يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي. شوف الناس كلها ولون دمك. لو انت رحت لجمهور اي نادي هيقول لك حاجات قريبه من كده، لكن اللي بيقولها لك فعلا وهو حاسس بيها، لان بتجسد معاني، بتجسد مبادئ، بتجسد سلوكيات، بتجسد تاريخ عنده ورا كل كلمه بيقولها قصه يقدر يحكيها. صح. ليها معنى. صح صح. لسه مكملين مع الهاشتاج محمد موسى من يوم ولادتها وهي وشها حلو على الاهلي، يا رب تفضل دايما كده ان شاء الله. سيد ناصر بيقول انا اخو ال 74 شهيد ربنا يرحمهم يا رب، طبعا لا يمكن ان احنا ننساهم. وسيد ناصر برضه باعت تويته ثانيه بيقول يوم ما بطل اشجع اكون ميت. اكيد طبعا تيشيرت النادي الاهلي. والله ما احنا بص تويتات. انا عايز اقول حاجه بقى. اتفضل. الشعار ده انا مش حابه لانه دايما بيفكرني بهذا الامر الذي ترجم على ارض الواقع. احنا مش عايزين موت. صح صح. احنا عايزين تشجيع يقدر يقول طول ما انا عايش اشجع الاهلي. طيب لسه مكملين مع عمرو احمد. اول تيشرت جبته كان عمي اداهولي وقال لي اروح اجيبه من محل هو عارفه، وكان تيشرت تريكا 2004. كنت عايز اجيب تيشرت متعب بس كان مصاب وقتها، ده الموسم اللي يعني ايه يعني الموسم ده بيقلب على طول. اه على طول ده مصاب ناخد غيره. هاجر بعت بتقول لو هعيش احكي في تاريخك ده ما يتحكيش. حضرتك كمان يعني الـ 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 الشباب. طيب ماشي. طيب نروح طيب للتقرير. عندنا تقرير طبعا مع نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن ابراهيم عبد الصمد، اكيد بيتكلم على حكايته مع تيشيرت النادي الاهلي والفانيله الحمراء. روح نشوف. بالنسبة لفانيلة النادي الأهلي أنا هتكلم عن فانيلة النادي الأهلي قبل ما أروح النادي الأهلي. أنا كنت جاي من نادي صغير بيلبس فانيلة مختلفة لنادي منافس للنادي الأهلي، وكنت مصمم إن أنا دايما أروح لهم بفانيلة النادي الأهلي لعشقي للنادي الأهلي. وبالتالي لما روحت النادي الأهلي موضوع تاني خالص بقى، وأنا رايح النادي هناك بفانيلة النادي الأهلي وهم بيلبسوا فانيلة متغيرة، وانا وسط اللعيبه العظام دي وبلبس فانيله النادي الاهلي بجد مسؤوليه غير طبيعيه.
ما بيحسهاش الا اللي اشتركوا مع النادي الاهلي في الماتشات بتاعته. عشقي للفانيلا من وانا صغير وعشقي للنادي الاهلي من وانا صغير خلاني اعشق اللون الاحمر، وبالتالي ادتني مسؤوليه غير طبيعيه. شكل الفانيلا اولا كشكلها الاول كانت يا اما برقبه يا اما بسبعه، والرقم بيتحط ورا بطريقه عشوائيه. مع تقدم المستوى بالنسبه للفانيلات وبالنسبه للناحيه الشرائيه والشركات الاجنبيه ابتدت تتهافت على النادي الاهلي، ابتدى شكل الفانيلا ياخد شكل متغير خالص، وابتدت الشركات تتهافت، شركات الاعلانات تتهافت انها تحط اعلانات على فانيله النادي الاهلي لقيمه النادي الاهلي والقوه الشرائيه اللي بيمثلها ليه. الفانيلا دي بتمثل حاجات كتير، اولا بتمثل الروح بتاعت النادي الاهلي والقلب النابض اللي بيمثله لينا، واللون الاحمر ده بيخلينا في الملعب ايدين شراش، وبالتالي حته ان احنا بنلعب على المركز الاول بيتولد من لون الفانيلا. لون الفانيلا ده بيخلينا نلعب لغاية آخر ثانية من المباراة، عشان حتة الفانيلا دي مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي رمز للنادي الأهلي. وإحنا لما بنعشق اللون الأحمر، اللون الأحمر ده بيمثل لنا قيمة كبيرة جدا لنادي الأهلي. زي ما بقول شركات الإعلانات ابتدت تتهافت علينا، وتتطورت الصناعة في شكل الفانيلا وفي الخامة وفي النوعية وكل حاجة بيمثلها الفانيلا دي بتمثل روح النادي الأهلي. نتمنى دايما إن شاء الله بإذن الله الفانيلا دي شكلها يتطور في الأيام اللي جاية من الأحسن للأحسن، وأنا شايف إن الشكل الجديد للفانيلا الجديدة اللي هم بيلبسوها فقل حسن على النادي، لأن ابتدت المستوى المتميز اللي ظهر بيه النادي في الأيام الأخيرة ظهر مع ظهور الطقم الجديد للفانيلا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله المستوى يفضل متطور مع التطورات بتاعة الفانيلا إن شاء الله بإذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد، من الكابتن ابراهيم عبد الصمد واحد نجوم النادي الاهلي السابقين اللي اتكلموا بحب واخلاص عن تيشرت النادي الاهلي ومدى الارتباط اللي ما بينه وما بين تيشرت النادي الاهلي، هنروح لواحد ايضا من نجوم النادي الاهلي اللي هيتكلم معانا على نفس العلاقه الطيبه بينه وما بين تيشرت النادي الاهلي، وهيتكلم معانا عن ذكريات مهمه جدا جدا، هو الكابتن حماده مرزوق. هنروح للتقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. التيشيرت بالنسبه للنادي الاهلي ليه قيمه كبيره جدا عندنا، ويمكن احنا من الجيل اللي عاصر التيشيرتات اللي هي اللي كانت نوعياتها عاليه جدا جدا بصرف النظر عن النوعيات، لكن هي القيمه نفسها، قيمه التيشيرت نفسه بتاع النادي الاهلي كان بيفرق كتير جدا معانا. وانا يمكن افتكر ان انا بعد ما مشيت من النادي الاهلي كان معايا اكتر من تيشيرت للنادي الاهلي، كنت دايما محتفظ بيه ودايما بحافظ عليه بشكل كبير جدا، ومش عايز اقول ان هو وبال انه قعد معايا سنين طويله بعد ما سبت النادي الاهلي، فده بيمثل لينا قيمه كبيره جدا، وخصوصا ان النادي الاهلي بالنسبه للناس كلها او بالنسبه لاغلب الناس بيمثل قيمه كبيره جدا، فالتيشيرت بيمثل نفس القيمه دي، فبالتالي يعني بيعكس اهميه حته التيشيرت ده والانتماء للتيشيرت نفسه والمحافظه عليه، كل الكلام ده يعني اتذكره بشكل كبير جدا. ويمكن انا برضو افتكر ان انا اول ما جيت النادي الاهلي استلمت طقم، الكلام ده كان سنه 80 او 81، يعني كنت في سعاده كبيره جدا جدا، كنت سعيد جدا جدا ان انا اخذت طقم كامل من اللبس للنادي الاهلي وخصوصا التيشيرت، وانا افتكر ان هو كان تيشيرت نوعيه معينه، لو انا قلتها تقريبا كانت امبرو، يمكن انا قلت قبل كده الكلام ده، نفس النوعيه. وانا طبعا كان النوعيه الامبرو دي كانت مشهوره في الدوري الانجليزي بشكل كبير جدا،
لحد الان، وكنت افتكر ان في انديه مشهوره جدا في الدوري الانجليزي اللي ما كانش يعني بيمثل يعني كان في الدوري الايطالي، لكن الدوري الانجليزي كان بيمثل الاطقم الشيك جدا والتيشيرتات اللي دايما على احدث موضه. فافتكر ان انا يعني كنت محتفظ بالفانيلا الامبرو دي لفتره طويله جدا، وكان ليها اثر كبير جدا عليا. رحت اكتر من نادي في مصر وبره مصر، ما كنت بحس بغربه كبيره جدا لما طلعت من النادي الاهلي، حسيت بغربه غير عاديه، وده يمكن ده الانطباع ده موجود عند جميع الاجيال سواء اللي قبلي او اللي بعدي. كلنا بنتجمع بدليل انا موجود هنا في النادي الاهلي، انا بقالي تقريبا 38 سنه او 39 سنه موجود في النادي الاهلي، اخرج واروح واسافر ولكن بنرجع تاني بنتجمع كلنا يعني. يعني كلام كان رائع، سواء طبعا من كابتن ابراهيم عبد الصمد او كابتن حماده مرزوق، هم نجوم النادي الاهلي الكبار وعلاقتهم وحكايتهم مع الفانيلا الحمراء، واكيد يعني كلام كان مهم جدا. بشكل عام الحلقه النهارده كانت اكثر من رائعه، ومهما اتكلمنا كنا محتاجين حوالي ساعتين كمان عشان نتكلم بشكل اكبر مع طبعا المهندس عادل القيعي ضيفنا العزيز في حلقه النهارده. يا باشمهندس يعني انا بصراحه اتبسطت جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده. انا سعيد لان قعدت مع شابين فيهم ثقافه فيهم موهبه فيهم تعاون مع بعض. انا قاعد ببص هو بيقول لك كلم هشام وانت تقول له تشاور عليه، يعني هو ده روح التيم. روح التيم ابتديناها وي مش عارف. شكرا جزيلا بصراحه، استمتعت جدا واستفدت على المستوى التسويقي بشكل كبير جدا جدا في حكايه حضرتك مع تيشرت النادي الاهلي. وصلنا بقى امير لنهايه الحلقه ان شاء الله، يعني استنونا وحلقه جديده من الاهلي الليله. تصبحوا على الف خير.